بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بدنا ناخذ يا أخواننا الأكيوت كيدني إنجري، أول من سميه الأكيوت رينال فيلر. هو كلاهما مترادفات، الأكيوت كيدني إنجري أو الأكيوت رينال فيلر هو ديكريز في الكرياتينين كليرانس resulting in a sudden rise في البلد يوريا نيتروجين والكرياتينين over several hours today. الأكيوت كيدني إنجري أو الأكيوت رينال فيلر بتلاقي الكرياتينين والبلد يوريا نيتروجين ارتفعوا في البلد خلال ساعات أو خلال أسابيع. لما إحنا بنتكلم أو خلال أيام أو أسابيع، لما إحنا بنتكلم أكيوت يعني هذا الإشي صار خلال ساعات خلال أيام خلال أسابيع، لكن لما نتكلم عن كرونيك كيدني ديسيز فهذا صار خلال سنوات خلال سنوات. بعض الشغلات ممكن تعمل رينال فيلر خلال ساعات، وبعض الشغلات بتعمل رينال فيلر خلال أسابيع. خلال ساعات زي الرابدوميولايسز أو الكونتراست انديوست رينال فيلر. الكونتراست يا أخواننا هي الصبغة انديوست رينال فيلر، هذه بتعمل رينال فيلر خلال ساعات. اللي بيعمل رينال فيلر خلال أسابيع زي الأمينوغلايكوزايد، هو أوتو توكسيسيتي ونيفرو توكسيسيتي. الرابدوميولايسيس برضو بيعمل خلال ساعات رينال فيلر. هلقيتي انت لما تلاقي الكرياتينين مرتفع، ما هو كيف بيرتفع الكرياتينين؟ هلقيتي اخوانا ايش؟ هلقيتي لما الجي اف ار يقل اذا الكلية راح تقل الاكسكريشن للكرياتينين، وبالتالي الكرياتينين كليرانس راح يقل، وبالتالي راح يرتفع الكرياتينين في البلد، راح يرتفع الكرياتينين في البلد. الجي اف ار هو نفسه الرينال فانكشن، لما الجي اف ار يكون كويس اذا الرينال فانكشن كويس، لما الجي اف ار يكون مش كويس اذا الرينال فانكشن مش كويسه. في انا عندي مصطلحات، في حاجه بنسميها رينال انسفيشنسي او رينال فيلر، وفي حاجه بنسميها اليوريميا او اند ستيج رينال ديزيز. اند ستيج رينال ديزيز يا اخوانا التسميات هدول، في تسميات في الباثو أخذناها، اليوريميا والآزوتيميا والآزوتيميا اللي هيها طل علي. هلقيتي من وظائف الرينال تعمل كليرانس للكرياتينين ولليوريا، فلما تلاقي الكرياتينين واليوريا مرتفعين في البلد إذا أنا عندي خلل في الرينال، يعني عندي الرينال فانكشن ديكريز، يعني عندي رينال فيلر. لكن الرينال فيلر درجات، في درجة بسيطة وفي درجة عنيفة اللي بسميها اند ستيج رينال ديزيز. ممكن الشخص يكون عنده رينال فيلر يا اخواننا، لما انت بتقول رينال فيلر مش معنى الكلام انه الكلية خلص خربت بدنا نرميها، مش معنى الكلام هذا الكلام. معنى كلام رينال فيلر يعني في انا عندي خلل في وظائف الكلية، وانت عندك خلل في وظائف الكلية مش معنى الكلام انه هذا الشخص بده يموت. لا يا اخواننا مش معنى الكلام، مش معنى ما هو يا اخواننا من وظائف الكلية تعمل اكسكريشن للبوتاسيوم، مش معنى الكلام لما بقول رينال فيلر يعني راح تلاقي البوتاسيوم مليون او راح تلاقي البوتاسيوم فيري فيري هاي. لا لما بنحكي رينال فيلر نقصد بذلك
الرينال بطلت قادرة تعمل اكسكريشن للكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين، فبيرتفع البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين في البلاد. هذا كلمة رينال فيلر، يعني وظائف الرينال قلت. تمام، يعني الجي اف ار قل. لو ظهرت السيمتوم فبسميها يوريميا. يوريميا هو ارتفاع البلد يوريا نيتروجين، يعني ارتفاع اليوريا في البلد. اذا ارتفع اليوريا في البلد وما اعطانيش سيمتوم لارتفاع اليوريا بسميها ازوتيميا. فمصطلح الازوتيميا هو ارتفاع اليوريا في البلد، يعني بتلاقي اليوريا 60 40 50 البلد يوريا نيتروجين يعني، وممكن تلاقيها توصل 80 والأعراض لم تظهر على المريض، أعراض ارتفاع اليوريا لم تظهر. إذا ظهرت بسميها يوريميا أو بسميها end stage renal disease أو بسميها severe 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 renal failure. حينئذ المريض بيحتاج إلى dialysis، أي ليس كل renal failure المريض يحتاج إلى dialysis. في ممكن نسمي أزوتيميا، في الأزوتيميا المريض بيكون عنده رينال فيلر لكن مش سيفير، لا يحتاج إلى دياليسز، السيمتوم تبعت اليوريا يعني السيمتوم تبعت ارتفاع اليوريا لم تظهر، السيمتوم تبعت الرينال فيلر لم تظهر، لكن هو عنده رينال انسفيشنسي. رينال انسفيشنسي. هل جيت نيجي على الاتيولوجي تبعت الأكيوت رينال فيلر؟ احنا بنتكلم اكيوت، معنى الكلام انه ارتفع الكرياتينين والبلاد يور نيتروجين في البلاد بشكل اكيوت خلال ساعات او خلال اسابيع، يعني قبل سنه وسنتين وثلاث سنوات هذا المريض الكرياتينين والبلاد يور نيتروجين كانوا يا اخواننا نورمال في البلاد، كانوا نورمال في البلاد. في حاجه بنسميها ابري رينال ازوتيميا، يعني اللي عمل رينال فيلر ابري رينال، وفي انترنسك رينال او انترا رينال، وفي انا عندي البوست رينال ازوتيميا. الابري رينال ازوتيميا انه البلد اللي رايح للرينال قليل، فالجي اف ار راح يقل، لانه لما البلد هلقيت يا اخواننا طل علي الجلوميرولاي، هلقيت مش انا في انا عندي افرنت ارتيريول بدخل في الجلوميريولاي وبيطلع في افرنت ارتيريول. تمام، لما الافرنت ارتيريول يجيله دم قليل، فالدم اللي داخل في الجلوميريولاس قليل، فالهيدروستاتيك بريشر قليل، فالفلتريشن للفلويد والغذاء والامينو اسيد والجلوكوز الفلتريشن قليل، معنى كذلك الجي اف ار قليل. فلما الجي اف ار تكون قليل اذا ترشيح الكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين قليل، اذا الكليرانس تبع الكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين ايضا قليل. تمام، اذا رينال فيلر سببها ديكريز البريفيوجن اوف دي كيدني. ممكن الشخص يا اخوانا يكون عنده هايبوتنشن ادت الى رينال فيلر. ما الهايبوتنشن يعني راح يروح دم على الرينال قليل. البوست رينال ازوتيميا، هذه الرينال مش قادر تعمل اكسكريشن لليورين، وبالتالي مش راح تقدر تعمل اكسكريشن للكرياتينين ولا للبلاد يور نيتروجين، فالكرياتينين والبلاد يور نيتروجين بيرتفعوا في البلاد. اذا ديكريز لدرينج فروم ذا كيدني، يعني اليورين اللي موجود في الكيدني مش قادر يطلع. طيب الانترارينال، الانترارينال معناته انا عندي خلل في البارينكايما تبعت الرينال نفسها، ممكن يكون خلل في الجلوميريولاي، ممكن يكون خلل في التيوبيول، ممكن يكون خلل في الانترستيشيال، خلل في الانترستيشيال. الان لما تكون الاكيوت كيدني انجري او الاكيوت رينال فيلر او الرينال انسفيشنسي او يكون سببها ابري رينال او بوست رينال، هنا يا اخواننا اوكي انا عندي رينال فيلر، بس لما انا بقول رينال فيلر
ما مع مش معنى الكلام انه الرينال خربانه يا اخواننا. مصطلح رينال فيلر مش معنى الكلام انه الرينال خربانه، انما معنى الكلام البلاد يوريا نيتروجين مرتفع في البلاد، الكرياتينين مرتفع في البلاد، اي سبب بيرفع البلاد ان شاء الله، لو البطيخ لو الشمام لو مش عارف شو لو الميه لو الشاي لو القهوه لو التمر، اي سبب ايش مكان يكون ان شاء الله الحرام ان شاء الله المسند ان شاء الله الحيطه، اي سبب بيرفع البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين في البلاد، بسمي هذا الاشي رينال فيلر. مش مشكلة حتى لو كان هذا الشخص الرينال عنده سليمة، لما يكون السبب بري رينال وبوست رينال هذا الشخص الرينال سليمة، لكن عنده رينال فيلر يعني عنده ارتفاع البلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين في البلاد، معنى الكلام انت بتقدر تعمل رينال ترانسبلانتيشن، يعني ممكن تاخد الرينال تبعت هذا الشخص وتروح تعمل لها ترانسبلانتيشن، يعني بيقدر هذا الشخص يتبرع في الرينال لانه سبب ارتفاع البلاد يور كرياتينين والكرياتينين في البلاد، سبب ارتفاع هذا الكلام هو ابري رينال او بوست رينال وليس انترنسك في الرينال، وليس يعني بتقدر تعمل رينال ترانسبلانتيشن وتوديها لشخص تاني، يعني الرينال عنده سليمه، الرينال عنده سليمه تمام. البريرين الازوتيميا ان ادكويت بريفيوجن للكدني، لكن الرينا النفسه سليمه، يعني واحد عنده هايبو بريفيوجن هايبوفوريميا بيعمل رينا الفيلر عن طريق بزود البلاد يوريا كرياتينين في البلاد، لكن طلوا علي يا اخوانا طلوا علي، هلقيتي من وظائف الكلية تعمل اكسكريشن للكرياتينين تمام. الاكسكريشن للكرياتينين اكتر من قضية البلاد يوريا نيتروجين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام اوكي لما يكون المريض بري رينال او بوست رينال، يعني الرينال سليمة، يعني ممكن تقدر تعمل اكسكريشن للكرياتينين ممكن بس مش بالشكل المطلوب، يعني رح الاقي البلاد يور نيتروجين والكرياتينين مرتفعين في البلاد تمام، لكن هلقيتي هانا تطلعه معقول مش كاتبهن؟ اكيد يكون كاتبهن هيها، لا طلع علي ما علينا في هذا كله. الان هلقيتي لما تكون المشكلة بري رينال او بوست رينال، هنا الكلية ممكن تقدر تعمل اكسكريشن للكرياتينين تمام، فقضية انه يرتفع الكرياتينين في البلاد مش كتير، يعني مش حيرتفع الكرياتينين في البلاد كتير فبتلاقي الريشيو، لو بدي اعمل ريشيو على البلاد يوريا نيتروجين للكرياتينين ريشيو قديش ارتفعوا في البلاد، حلاقيهم 20 لواحد. ايش معنى الكلام؟ معنى الكلام انه الكرياتينين ما ارتفعش كتير في البلاد، الكرياتينين لانه الرينال قدرت تعمل اكسكريشن للكرياتينين لانه الرينال نوعا ما كويسه، لانه المشكله بري رينال او بوست رينال، فالرينال قدرت تعمل نوعا ما اكسكريشن للكرياتينين، فالكرياتينين ما ارتفعش في البلاد كتير. فلما عملت الريشيو لبلاد يوريا نيتروجين للكرياتينين لقيته 20 لواحد. يا اخوانا في الوضع الطبيعي ممكن تلاقي الشخص نورمال تلاقي عنده البلاد يور النيتروجين مثلا 30 والكرياتينين عنده 0.8، فلما بدك تيجي تعمل الريشيو حتلاقيهم 40 لواحد، يعني او 35 لواحد، يعني قصدي في الوضع الطبيعي البلاد يور النيتروجين هي من الاصل مرتفعة بشكل كبير جدا 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 اكتر من الكرياتينين، لانه في الوضع الطبيعي الكرياتينين قديش 0.8 0.8 0.6 0.9 هي اللي اخواننا واحد انكترت، هذا بتلاقي تركيز الكرياتينين تمام. فاكيد لما الرينال تقدر تعمل اكسكريشن للكرياتينين تمام، مش بالشكل النورمال
بس نوعا ما بيرتفع الكرياتينين بس مش كتير، فبيضلوا الريشيو عالي 20-1. لكن لما تكون المشكلة انترنسك في الرينال، لما تكون المشكلة انترنسك في الرينال، حينئذ الكرياتينين، حينئذ الرينال مش راح تقدر تعمل اكسكريشن للكرياتينين بالمرة، فراح تلاقي الكرياتينين ارتفع في البلد بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي الريشيو راح يكون 10-1. البلد يوريا نيتروجين للكرياتينين ريشيو 10-1، معنى كلام 10-1 انه الكرياتينين ارتفع كتير في البلد. إخوانا في بعض المصادر بتقول لك 10-1، وفي بعض المصادر بتقول لك أقل من 20-1. يعني لو لقيت البلد يوريا نيتروجين للكرياتينين ريشيو فوق 20-1، معنى الكلام إنه الكلية قدرت تعمل نوعا ما إكسكريشن للكرياتينين، فالكرياتينين ما ارتفعش في البلد بشكل كبير، فالريشيو ضلتها كبيرة. لأنه في الوضع الطبيعي الريشيو بين البلد يوريا نيتروجين والكرياتينين كبيرة، لأنه البلد يوريا نيتروجين أكتر من، يعني بتلاقي الريشو 30-40-1، هذا في الوضع الطبيعي. فلما تكون عنده المشكلة بري رينال أو بوست رينال، يعني الكلية نورمال، فممكن الكلية تعمل إكسكريشن للكرياتينين، فبرضو حيضلوا الريشو مثلا أكتر من 20-1. لكن لما تكون المشكلة انترنسك في الرينال، حينئذ الرينال مش راح تقدر تعمل إكسكريشن للكرياتينين، فالريشو راح تكون أقل من 20-1، ممكن بتوصل 15-1، 10-1، وحاجات زي كده. كل ما قلت الريشو كل ما كان، إيش يعني الريشو؟ أنت بتشوف تركيز الكرياتينين وبتشوف تركيز البلاد يور نيتروجين، وبتقول البلاد يور نيتروجين للكرياتينين قديش بطلع الريشو، تمام؟ طيب مين الشغلات اللي بتعمل إبري رينال أزوتيميا؟ هي الشغلات اللي بتقلل البلاد فلو أو بتعمل هايبوتينشن أو بتعمل هايبوفوليميا. أشهر الشغلات يا إخوانا السيبسيس أو الأنا السيبسيس. السيبسيس يا إخوانا بيعمل هايبوتينشن، فبيكون السيستول أقل من 90، ممكن تلاقي السيستول 85، تخيل السيستول. الانافيلاكسيس برضو، الانافيلاكسيس بيعمل لي هايبوتينشن لبليدينج. يا اخوانا لما انت تخسر بلد كتير، اذا انت بتخسر من حجم البلد، فبيصير عند هذا الشخص هايبوفوليميا. نفس القضيه في الدي هايدريشن، بيصير عند الشخص برضو هايبوتينشن في الدي هايدريشن. نيجي للشغلات اللي بتسوي هايبوفوليميا زي الديوريتيك، انه بتعمل اكسسيف اكسكريشن للووتر، الديوريتيك البيرنز الحروق، لأنك بتخسر فلويد كتير في الحروق. البنكرياتايتس، البنكرياتايتس لأنه يا إخوانا بيعمل لي استرس على الجسم، فبيعمل لي هايبوفوليميا. برضو من الشغلات البري رينال، ممكن تلاقي حجم البلد كويس وكل الأمور كويسة، لكن أنا في عندي استينوسيس في الرينال آرتري. أنا عندي يا إخوانا إيش استينوسيس، طلع علي هلقيتي المريض لو عنده رينال واحدة سليمة والرينال الثاني خرباني بالمرة، المريض بعيش وفيش عليه أي سمتوم. يعني لو كان الاستينوسيز في رينال واحدة، يعني رينال آرتر استينوسيز يونيلاترال، الرينال ممكن تخرب وتتدمر ومش عارف شو، لكن الرينال الثاني سليمة، فالمريض مش راح يظهر عليه أي أعراض، تمام؟ يعني عند الرينال آرتر استينوسيز متى ممكن تظهر الأعراض؟ إذا كانت باي لاترال، أما لو كانت يوني لاترال مش راح تظهر الأعراض، تمام؟ الآن أنا في الرينال آرتر استينوسيز، هل بيكون الخلل في البلد براشر؟ هل بكون الخلل في الفوليوم؟ الجواب قولا واحدا لا. الخلل انا الضغط، حتى ممكن تلاقي المريض هايبرتينشن وتلاقي عنده هايبرفوليميا، تلاقي عنده فوليوم كتير، لكن الدم اللي رايح للرينال قليل. الدم الرايح للرينال قليل، معنى الكلام المشكلة مش في الضغط، المشكلة في الدم اللي واصل للرينال. عشان كده هدول الأشخاص ممنوع 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 تعطيهم الإيس إنهيبيتور، ممنوع منعا باتا عليهم الإيس إنهيبيتور. ليش ممنوع نعطيهم؟ عارفين شرحته قضية الإيس إنهيبيتور كتير،
ان شاء الله بشرحه، بس خلينا نمشي شوي حشرحها هذه المعلومه. بس لو لقيت واحد عنده باي لاترال رينال ارتري ستينوسيس، ممنوع منعا باتا عليهم الايس، الايس انهيبيتور. تمام، نيجي على حاجه بنسميها ريلاتيف هايبوفوليميا. تمام، ايش معنى كلمه ريلاتيف هايبوفوليميا؟ هذا الشخص عنده هايبوفوليميا بس ما عنده هايبوفوليميا. ما معنى الكلام؟ عنده هايبوفوليميا لكن في الجسم تبعه مليان بلاد، مليان فلويد. اسف هاجي تطلع علي. ايش فايده انه يكون الشخص مليان فلويد بس مش موجوده في البلاد فيزل؟ يعني الشخص مليان إديمة، عنده إديمة، طب ما الإديمة عنده أسايتس، وجهه منفخ، إديمة في الوجه. طب تيجي تشوف البلد براشر أو الفوليوم تبع الفلويد بتلاقيه هايبوفوليميا. يعني الشخص هايبوفوليميا لكن مليان فلويد. طب إيش الفائدة يكون مليان فلويد بس مش موجود في البلد فيزل؟ ملوش فائدة يا إخواننا، بالعكس بضر. يعني اطلع على مريض الكونجستد هارت فيلر، بتلاقي الشخص مليان إديمة، منفخ، مليان إديمة، تمام، مي في الصدر، مي في الرجلين، مي مش عارف وين، مليان. يعني هو هايبر فوليميك ستيتس، يعني هو الفوليوم كتير، هايبر فوليميك ستيتس، لكن افحص الفوليوم تبع البلد بتلاقيه قليل، فهذا بنسميه ريلاتيف هايبوفوليميا. يعني هو هايبوفوليميا نسبيه، نسبيه ما معنى داخل البلد فيزل الفوليوم قليل، برا البلد فيزل الفوليوم اوفرلود. هذا بنشوفه يا اخوانا في الكونجستد هارت فيلر والكونستريكتيف بيريكاردايتس والكاردياك تامبونادي. طب كيف؟ باختصار، واحد عنده كونجستد هارت فيلر، القلب مش قادر يضخ الدم بالشكل المطلوب، فالدم بيتجمع، بيضلوا متجمع وين؟ في الفين. لما الدم يضلوا متجمع في الفين بيعمل لي إديمة. هل جيتي؟ إذن القلب مش قادر يضخ الدم بالشكل المطلوب، فالدم بيتجمع في الفين. لما بيتجمع الدم في الفين بيعمل لي إديمة. لما القلب الكارديك أوت بوت يكون قليل، الدم اللي رايح للرينال قليل، فالرينال بتفرز الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، بتعمل ري ابزوربشن للمي والووتر، للمي والبايك والصوديوم. فلما تعمل ري ابزوربشن للمي والصوديوم الدم اللي رايح للقلب بكون اكتر، لكن القلب ما بضخ الدم، فالدم بضله متجمع في الفين فبتزيد الإديمة. الدم اللي رايح للرينا القليل بتعمل ري أبزوربشن بتعمل الدوستيرون سيستم وهكذا، فبتضل هالرينا بتعمل ري أبزوربشن للمية، وبضل القلب ما يضخش دم كتير، وبتضل هالمية تتجمع في البلاد فيزل عشان تتجمع في الرجلين، وبتصير عند هذا المريض إديمة ومشاكل تانية. تمام، نفس القضية في الكونستريكتيف بيريكارديتس والكارديك تامبونادي. في الكونستريكتيف بيريكارديتس بتكون يا اخواننا البيريكارديوم في الاول، بتكون البيريكارديوم فيها انفلاميشن ادى الى فايبروسيس، فالبيريكارديوم مليان فايبروسيس. انت تخيل حوالين البيريكارديوم هو الغشاء المحيط بالقلب، فتخيل الغشاء هذا مليان فايبروسيس، الفايبروسيس هذا بيضغط على القلب، بعصر القلب. فلما بعصر القلب، لما بده يجي مثلا السوبير والانفير فينا كيفا يعمل فيلينج للاتريوم، الاتريوم ما بيقدر يعمل دايليشن، فبالتالي الاتريوم مش راح يتعبى بالدم بشكل المطلوب. لما الاتريوم بده يعمل فيلينج للفنتريكل الفنتريكل مش راح يقدر يعمل دايليشن، لانه الفنتريكل مضغوط عليه من وراء البريكارديوم، لانه البريكارديوم مليان فايبروسيس فبضغط على الفنتريكل، فالفنتريكل مش قادر يعمل ريلاكسيشن في فتره الدايستول، فمش قادر يتعبى بالدم، فالدم اللي بضخه الفنتريكل قليل، فالدم بضله موجود في الفين، في السوبير والانفيرو فينا كيفا والبريفرال فين والسنترال فين والشغلات هذه، فبيصير عند هذا الشخص يا اخواننا ايش؟ إديمة.
تمام. والكارديك تامبونادي انه بيكون في البريكارديا مليان بلاد مليان بلاد مليان بلاد، فبضغط على الفين فبضغط على فبضغط على ال فبضغط على الفين. تمام. برضو يا اخواننا في قضية الهايبو البومينيميا، في قضية الهايبو البومينيميا زي يعني الليفر سيروسز، الليفر سيروسز هل جيت يطل علي هذا الشخص عنده الألبومين قليل. الألبومين كيف بيكون قليل في البلاط؟ بشغلتين، إما الرينال بتعمل إكسكريشن للألبومين فبيقل الألبومين في البلاط، فهذا في النفروتيك سيندروم، أو الليفر مش قادر يصنع ألبومين فبيقل الألبومين في البلاط، فهذا في السيروسز، فهذا في السيروسز. يا أخوانا إيش وظيفة الألبومين في البلاط؟ من أحد الوظائف يمنع إنه البلاط فيزل تخسر فلويد. يعني لما بده يجي الفلويد يترشح في البلاد فيزل، مين اللي بشفطه وبيمنعه يترشح؟ الألبومين. طبعا بيمنعه يترشح لدرجة معينة، يعني الفلويد بتترشح في الانترستيشل تمام، لكن عند درجة معينة الألبومين بيمنع، بشفطه، بيمسكه لأنه بروتين قوي، لأنه إله أزموتك براشر. ما معنى أزموتك براشر؟ أزموتك هي عملية شفط، شفط بشفط المية. يعني هذا الألبومين لما بيكون في البلاد فيزل بيقدر يشفط المية يمنحها تروح على الانترستيشل. فلما يكون الألبومين قليل فالمية راح تروح على الانترستيشل وفيش أزموتك برشل اللي تشفطها، فالمية بتضل تترشح في الانترستيشل. فبتلاقي المريض هذا عنده هايبر فوليميك في الانترستيشل، فبتلاقي عنده إيديما وجنيرالايز إيديما وأسايتس، لكن عنده هايبو فوليميك في البلاد فيزل، هايبو فوليميك في البلاد فيزل. تمام. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، النون ستيرويدال اللي بتعمل بريرينال ازوتيميا. طبعا يا اخوانا لما يكون الشخص هايبوفوليميا في البلاد فيزل فالدم اللي رايح للرينال قليل، او الفوليوم اللي رايح للرينال قليل، فالبريرينال ازوتيميا او هايبو بريفيوجن. النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج شغلها تعمل انهيبيشن للكوكس انزيم، فتعمل انهيبيشن لصناعه البروستاجلاندين. البروستاجلاندين ما هي وظيفتها؟ البروستاجلاندين كانت تعمل على الافرنت ارتيريول فازو دايليشن. البروستاجلاندين كانت تعمل على الافرنت ارتيريول فازو دايليشن. اذا النون ستيرويدال راح تمنع البروستاجلاندين سينثيسيس، راح تمنع الفازو دايليشن، فراح يصير على الافرنت ارتيريول فازو كونستريكشن، فالدم اللي رايح للرينال قليل. ايضا الاس انهيبيتور، وهلقيت حنعرف الاس انهيبيتور مع اللي فوق. الاس انهيبيتور، الاس انهيبيتور هلقيتي يا اخوانا الانجيوتنسين 2 كان يعمل فازو كونستريكشن في كل الجسم، خاصة في الاي في الاي في الاي فرنت ارتيريول. اذا الانجيوتنسين 2 بيعمل فازو كونستريكشن في الاي في الاي فرنت ارتيريول. فانت لما تعطي اس انهيبيتور ففيش مش راح يتكون عندك انجيوتنسين 2، وبالتالي راح يصير انت عندك فازو دايليشن في الاي فرنت ارتيريول، فازو دايليشن في الاي فرنت ارتيريول. طب وين الخلل؟ طلع علي، خلينا نعملها هنا. هل جيتي هاي الافرنت، هاي الافرنت ارتيريول وعمل الجلوميرولاي هادي، وهي الايفرنت ارتيريول، هاي الافرنت وهي ايش الايفرنت، هذا الافرنت وهذا الايفرنت. هل جيت يا اخواننا الدم بيجي من الافرنت على الجلوميرولاي تمام، فبيصير ترشيح للفلويد، للفلويد في الجلوميرولاي ولا الامينو اسيد ولا الجلوكوز ولا الماتيريال ولا الالكترولايت ولا كل شيء، ولا التوكسيك ولا الدراج ولا كل شيء تمام. تمام. هل جيتي انت لما 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 كنت تعمل فازو كونستريكشن على الايفرنت ارتيريول، تعمل لي هنا فازو كونستريكشن، فانت لما بيجي الدم من الافرنت، لما بيجي الدم من الافرنت وبيروح على الجلوميرولاي وتعمل كونستريكشن للايفرنت،
فانت حينئذ بتحافظ على انه الدم يضل موجود فتره اطول في الجلوميرولاي. فلما تحافظ على الدم يضل موجود فتره اطول في الجلوميرولاي بتحافظ على ترشيح الفلويد، بتحافظ على ترشيح ايش الفلويد. لكن لما تعطي ايس انهيبيتور راح يصير انا عندي فازو دايليشن، راح يصير انا عندي يا اخوانا فازو دايليشن في الافرنت ارتيريول. فلما الافرنت يودي الدم على الجلوميرولاي والمخرج تبع الجلوميرولاي مفتوح بشكل كبير، فازو دايليشن على الافرنت ارتيريول من وراء الايس انهيبيتور الفازو دايليشن، فكل الدم اللي رايح على الجلوميرولاي دغري راح يروح على الافرنت ارتيريول ويرجع على البلط بدون ما يعمل يا اخواننا المحترمين ترشيح، بدون ما يعمل ترشيح. فكده الجي اف ار بتقل بشكل كبير، الجي اف ار بتقل بشكل ايش كبير. فتخيل لو هذا المريض عنده رينال ارتري ستينوسيس، يعني الافرنت ارتيريو، يعني رينال ارتري ستينوسيس يعني الدم اللي رايح للرينال قليل، يعني الجي اف ار قليل. فتخيل تروح تعطي له ايس انهيبيتور، اذا الرينال ارتري ستينوسيس الدم اللي رايح للرينال قليل الجي اف ار قليل، فانت لما تعطي له الايس انهيبيتور حتزود نقصان الجي اف ار، هتزود نقصان الجي اف ار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب هل جيتي انا لمين بعطي الاس انهيبيتور؟ بعطيهم للي عندهم ضغط وسكر. طب مين عنده ضغط وسكر؟ كبار السن. تمام، هرجيتي طلوا علي انا وين المشكله بتواجهني؟ انه كبار السن يا اخوانا بعد 40 سنه كل 10 سنوات بتخسر 10% من الرينال فانكشن، كل 10 سنوات يعني على عمر 80 سنه انت بتخسر 40% من الرينال فانكشن. ما علينا، هرجيتي انت في الاردلي الرينال فانكشن قلت تمام وعنده ضغط، الضغط ممكن يعمل لي رينال ارتري ستينوسيس. ما انتوا عارفين الضغط بيعمل هايبربليجيا، فبيعمل ناروينج، بيعمل هايبربليجيا فبيعمل لي ناروينج وبيعمل اثيروسكليروسيس والشغلات هذه، وعنده سكر وتروح تعطي له. طب ما هو محتاج الاس انهيبيتور تمام، فبتواجهك تشالنجينج تمام تحديات انه اعطي له الاس انهيبيتور. طب قديش بده يكون الرينال الجي اف ار؟ طب الكرياتينين والبلاد يو النيتروجين ارتفع ولا ما ارتفعوش؟ فلازم دائما تعمل فولو اب للمريض، لانك لما تعطي له الاس انهيبيتور انت حينئذ بتقلل عنه الجي اف ار. طب ما هو مريض من الاصل الجي اف ار عنده قليل لانه اردلي وعنده هايبرتنشن فبيعمل رينال ارتري ستينوسيس، فبكون عندك حقيقه يعني صعوبات في هذه القضيه. فاخواننا لازم، والديابيتك في مراحله المتطورة في المراحل الأدفانس برضو بيقلل الجي اف ار. فإخوانا يعني تمام البوست رينال أزوتيميا obstruction of any cause لا لتيوبيول بيعمل لي دمج للرينال، obstruction لمخرج اليورين بيعمل لي دمج للرينال. أعيد، هلقيتي اعمل obstruction لليوريتر، obstruction للبلادر، obstruction لليوريثرا يعني لخروج اليورين، هيعمل دمج للرينال. ليش؟ عدة شغلات. من الشغلة لما انت بتعمل obstruction يا اخواننا، طبعا في اليوريتر لو عملت obstruction لليوريتر اليمين مثلا، فاليورين راح يضلوا متجمع في اليوريتر، فبيضلوا متجمع في بيرجع بيضلوا متجمع في الباومان كبسول. هل قيدوا طلوا عليه؟ لما بيتجمع في الباومان كبسول فالبرشر داخل الباومان كبسول بيزيد في الانترستيشال، يعني هل قيدوا طلوا عليه؟ الجلوميرولار كابيلاري عشان ترشح الفلويد على الباومان كبسول
لازم الهايدروستاتيك بريشر تبع الجلوميرولاي يكون اكبر من الهايدروستاتيك بريشر تبع الباومان كبسول عشان يصير ترشيح للفلويد. لما انت عملت بلوك لليوريتر فاليورين اتجمع في اليوريتر، اتجمع في التيوبيول، اتجمع في الباومان كبسول، فالبريشر في الباومان كبسول زاد، فحينئذ الجلوميرولاي مش راح تقدر ترشح الفلويد. ليش؟ لانه صار البريشر في الباومان كبسول عالي، تمام، تفوق البريشر اللي موجوده في الجلوميرولاي، الجلوميرولار كابيلري، فالجي اف ار راح يقل بشكل ملحوظ، تمام. لكن طولته هو يوني لاترال مش راح تظهر اي سيمتوم على المريض، لانه كل وحده بتقدر تخلي المريض عايش وعادي، كل واحدة بتخلي المريض عايش وعادي. عشان المشكلة تظهر لازم الاشي يكون يا اخواننا بايلاترال، عشان قضية انه الكرياتينين يرتفع في البلد. اخواننا انت الكلية بتضل تتدمر تتدمر، دمج 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 دمج، والكرياتينين مش مرتفع في البلد. متى بيرتفع في البلد؟ لما تلتين الكليتين تتدمر، يعني لما 70-80% من الرينال فانكشن تتدمر، حينئذ الكرياتينين بيبدا يرتفع في البلاد. فعشان كده لما تلاقي الكرياتينين يرتفع في البلاد اعرف انه انت صار عندك لوس لثلثين او لاكثر من ثلثين من الفانكشن اوف دي رينال. عشان كده لو تخسر رينال واحده 50%، احنا هنا بدك تكون اكتر من 70% عشان الكرياتينين يرتفع في البلد. يعني هجيت اطلع علي، هاي انا عندي رينال وهاي يوريتر وهاي الرينال الثانية وهاي اليوريتر، والاثنين بصبوا في البلادر، وبعد كده في انا عندي يوريثرا، في انا عندي ايش يوريثرا. لو اجا ستون كبيرة وعملت اوبستراكشن هنا، ستون كبيرة جدا 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 وعملت اوبستراكشن هنا، الكرياتينين مش راح يرتفع ومش راح تظهر عليه اي سمتوم تبعت الرينال فيلر. لكن لو ليش؟ لانه الكلية الثانية سليمة. لكن لو ستون صغيرة عملت اوبستراكشن لليوريثرا هنا، ها ستون صغيرة عملت اوبستراكشن لليوريثرا، تمام، فالدم راح يضلوا متجمع في البلادر، فالدم راح يضلوا متجمع في الرايت والليفت رينال، وبالتالي انت قاعد بتدمر الرايت والليفت رينال، وبالتالي حينئذ راح يظهر الكرياتينين راح يرتفع في البلد. معنى الكلام انه قضية ارتفاع ومش ارتفاع الكرياتينين في البلد لا يعتمد على حجم الستون بقدر ما يعتمد اذا انت اثرت على وان رينال اور باي لاترال او تو رينال، تمام. الشغلات اللي بتعمل بري رينال ازوتي بوست رينال ازوتيميا، بروستيت هايبروتروفي او كانسر، مش يا اخوانا طلوا علي، الكانسر في الادفانس ادفانس 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 ستيج بيعمل لي بوست رينال ازوتيميا، لكن البناين بروستيت هايبربليجيا دغري بتعمل. ليش؟ هجيت يا اخوانا هاي اليوريثرا وحواليها في البروستيت، هاي البروستيت البناين بروستيت هايبربليجيا بيعمل هايبروتروفي للداخل للداخل، فبيقدر يعمل اوبستراكشن لليوريثرا دغري، لكن الكانسر بيعمل هايبروتروفي من الخارج، ففي الادفانس ستيج ممكن يضغط على اليوريثرا، ممكن يضغط على اليوريثرا، تمام. الستون في اليوريتر بس باي لاترال سيرفايكال كانسر، لانه السيرفايكال كانسر الكانسر بيعمل اوبستراكشن، فبالتالي مش راح يقدر يخرج اليورين. يوريثرال استريكشر، يعني في انا عندي، يعني دائما بيصير انا عندي انفكشن وانفلاميشن في اليوريثرا، ففي نهايه المطاف صار فايبروسيس، الفايبروسيس عمل سوى استريكشر، يعني هاي اعتبر يا اخواننا هاي اليوريثرا، فالفايبروسيس هيو الفايبروسيس هيو، ففي نهاية المطاف عمل استريكشر وعمل اوبستراكشن. نيوروجينيك بلادر، هل قلت البلادر عشان
تقدر تعمل يورينيشن لازم تعمل كونتراكشن. لكن لو البلدر مش قادر تعمل كونتراكشن نتيجة خلل في الأعصاب، فكيف بدها تنزل اليورين على اليوريثرا؟ يا إخوانا هاي البلدر وهاي اليوريثرا، البلدر لازم تعمل كونتراكشن عشان تقدر تنزل اليورين على اليوريثرا. فلو ما قدرتش تعمل كونتراكشن اليورين مش راح يقدر ينزل على اليوريثرا. في حاجة بنسميها ريتروبيريتونيال فايبروسيز. في انا عندي ادوية زي البليومايسين. يا اخوانا البليومايسين شفناه في البلمونري فايبروسيز، كان يعمل بلمونري فايبروسيز وبيعمل ريتروبيريتونيال فايبروسيز. يا اخوانا اليوريتر عبارة عن ريتروبيريتونيوم، اليوريتر ريتروبيريتونيال. فلما يصير فايبروسيس في الريتروبيريتونيال هذا الفايبروسيس اذا راح يضغط على اليوريتر فراح يعمل اوبستراكشن لليوريتر. البليومايسين بيعمل ريتروبيريتونيال فايبروسيس والرادييشن بيعمل برضه ريتروبيريتونيال فايبروسيس. نيجي على الشغلات اللي بتعمل انترنسك رينال ديزيز. The most common cause اللي بتعمل intrinsic renal disease فبتعمل acute kidney injury اللي هو يا اخوانا acute tubular necrosis. طلوا علي، المشاكل اللي بتكون في الجلوميرولاي في الغالب بتكون chronic، بتعمل chronic renal failure ما عدا بعض الامراض النادرة الحدوث زي الرابد بروجريشن جلوميريولونيفرايتس. هذا بيكون عند هذا المريض جلوميريولونيفرايتس لكن رابد بروجريشن فدغري بيعمل رينال فيلر. لكن في الغالب المشاكل اللي بتخص الجلوميريولاي في الغالب يا اخواننا بتكون كرونيك تمام. لكن المشاكل اللي بتخص التيوبيول في الغالب بتكون أكيوت فبتعمل أكيوت رينال فيلر. بل إنه أشهر سبب للأكيوت رينال فيلر اللي هو أكيوت تيوبيولار نيكروسيز. طب كيف بيصير أنا عندي تيوبيولار نيكروسيز؟ لنتيجتين، إسكيميا وتوكسين. طب كيف إسكيميا؟ إنه البلد اللي رايح للرين القليل يعني هايبو بيرفيوجين وهايبو تنشن. طب واحد توي قال لي إحنا أخذنا في الهايبو بيرفيوجين بيعمل بري رينال أزوتيميا، بقول له كلامك صحيح 100%. إنه لما يصير عند هذا الشخص هايبو بيرفيوجين فالبلد اللي رايح للرين القليل فبيصير بري رينال أزوتيميا. لكن لو هذا الهايبو بيرفيوجن طول بيعمل نيكروسيز للبروكزيمال كونوفيوليتد اتيوبيول. اول اشي بيعمل اسكيميا في البروكزيمال كونوفيوليتد اتيوبيول يؤدي الى دمج ونيكروسيز، يؤدي الى كيوت اتيوبيولار نيكروسيز، يؤدي الى انترنسك رينال ديسيز. الشغل الثاني اللي بتعمل اكيوت اتيوبيولار نيكروسيز التوكسين. التوكسين زي مين؟ زي الميوغلوبين والهيموغلوبين والدراج بعض الأدوية برضو تمام؟ تمام. هل جيتي في حاجة إخوانا بنسميها أكيوت انترستيشن نيفرايتس، اكيوت انترستيشن نيفرايتس او الالرجيك انترستيشن نيفرايتس، برضو هذه ممكن تعمل يا اخواننا انترنسك رينال ديزيز. انترنسك رينال ديزيز بس هذه بنشوفها يا اخواننا مع الميديكيشن زي البنسلين السيفالوسبورين وشغلات زي هيك تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا هذا الجدول ان شاء الله عز وجل حنفصله، طبعا معظمه شرحناه يعني زي هذا وزي هذا، بس اللي بدنا نقوله الكونتراست والكريستال والبونز والبينز جونز
البروتين هاجي طلع علي لما البروتين كتير هلقيتي البنز جون البروتين في المالتيبل مايلوما لما تروح على التيوبيول هي توكسيك للتيوبيول بتعمل دمج في التيوبيول الكريستال لما يروح على التيوبيول بيعمل دمج في التيوبيول ايش يعني الكريستال حناخدها كمان ان شاء الله كمان شويه او في محاضرات تانية الكونتراس الصبغه يا اخواننا لما واحد مثلا بده يعمل سي تي فبده ياخذ صبغه معينه فهذا يا اخوانا بيعمل دمج للرينال بيعمل دمج للرينال البنسلين والصلفة ادراج بيعمل لي اكيوت او الالرجيك انترستيشيال نيفرايتس الاكيوت كيدني انجري ممكن تكون اسيمتوماتيك يعني البلاد يو نيتروجين والكرياتينين مرتفعين في البلاد فبتكون اسيمتوماتيك وممكن تكون مايلد سيمتوماتيك مايلد سيمتوماتيك هو ارتفاع اليوريا في البلاد بيعمل لي سيمتوم ممكن تكون مايلد زي نوزيا فوميتينج ويكنس ماليشيا وممكن تكون سيفير اذا راحت على البرين بتعمل كونفيوجن ليثارجي دراوزنس اذا راحت على الهارت بيعمل لي أريثميا وإذا راحت على البلورا بيعمل لي بريكاردايتس طلع علي من وظائف الكلية إكسكريشن للهيدروجين والبوتاسيوم فلما يكون أنا عندي خلل في الرينال إذا مش راح يصير إكسكريشن للهيدروجين والبوتاسيوم فراح يصير هايبركاليميا وميتابوليك أسيدوسز هذا الأسيدوسز والهايبركاليميا بروحوا على الهارت وبيعملوا لي أريثميا ارتفاع اليوريا في البلاد بتروح على البرين وبتعمل لي كونفيوجن وليثارجي وبتروح على البريكارديوم وبتعمل لي بريكاردايتس وبتروح على السكين وبتعمل لي اتشينج اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد هذه اخواننا صراحة هذا اخذناه في الباثو وشرحناه في الباثو لكن لغاية الان انا مش مقتنع فيه كتير مش مقتنع فيه كتير بس طل علي فيش انا عندي باثو جونوميك فيزيكال فايندينج للأكيوت كيدني انجري يعني فيش عندي اسطمبة واحدة لو شفتها بتقول عن هذا المريض عنده أكيوت كيدني إنجري فيش أنا عندي إسطمبة واحدة لو شفتها بتقدر تقول إنه هذا المريض عنده أكيوت كيدني إنجري فيش هذا الكلام يعني الأكيوت كيدني إنجري ممكن يجي لك المريض أسيمتوماتيك ممكن يجي لك المريض مايلد سيمتوماتيك ممكن يجي لك المريض بأريثميا ممكن يجي لك المريض تشيست بين ممكن يجي لك المريض بكونفيوجن فإخوانا فيش إسطمبة معينة فيش شغلة معينة إذا شفت على المريض إذا هذا عنده أكيوت كيدني إنجري فيش هذا الكلام يعني فيش سيمتوم سبيسيفيك سيمتوم معين تحكم على المريض إنه هذا عنده أكيوت كيدني إنجري لأنه ممكن المريض يكون عنده كونفيوجن لعدة شغلات مش من اليوريا شغلات كتير بتعمل كونفيوجن التشيس بين شغلات كتير بتعمل التشيس بين النوزيا البومنتنج الماليجيا التاير شغلات كتير بتعمل هدول الشغلات فيا اخوانا اللي بيقول لك هذا عنده اكيوت كيدني انجري هو اللاب تيست طيب هل جيتي لما المريض يكون عنده بوست رينال ازوتيميا عنده اسطمبة معينة هذا ايش الاسطمبة اذا شفتها بتعرف انه عنده بوست رينال ازوتيميا هلقيتي هو عنده اوبستراكشن مثلا في اليوريثرا في اليوريثرا فالدم بيتجمع في البلادر فلما بيتجمع في البلادر بيتجمع في اليوريتر لما بيتجمع في اليوريتر بيتجمع في النفرون فلما بيتجمع يا اخوانا الدم بيتجمع بيزود البرشر فبيصير الترشيح مش الدم اليورين اسف اليورين اللي بيتجمع
اليورين اللي بتجمع، اليورين اللي بتجمع. لما اليورين يا اخوانا يتجمع بيزيد الترشيح، فلما بيزيد الترشيح بتكون اليوريتر حواليها مليان فلويد او مليان يورين، والنفرون نفس الاشي، فبسميها هايدرو، مليان نفروسز، يعني النفرون مليان هايدرو، لانه لما اليورين يضل موجود في النفرون حيترشح فيعمل لي هايدرو نفروسز. هذا بنشوفه في الالترا ساوند، يعني في الالترا ساوند لو لقيت هايدرو نفروسز دغري بتقول بوست رينال ازوفينيا. كمان لما اليورين يضل موجود في البلادر، انت هلقيته كله عليك، هاي اخواننا البلادر وهاي اليوريثرا. لما انا كنت عامل اوبستراكشن في البلادر، الدم ضلوا متجمع في البلادر، ضلوا متجمع في البلادر، فانا اول ما بدي ادخل بكاتيتر، اول ما بدي ادخل بكاتيتر واطلع لفوق، تمام، راح تلاقي دم غزير جدا 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 راح يخرج في الكاتيتر، لانه البلادر مليانه، راح تلاقي يورين، اسف، راح تلاقي يورين غزير جدا جدا راح يخرج في الكاتيتر، لانه انت عندك دم، لا 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 لا، لانه انت عندك يورين كتير في البلادر، عندك يورين كتير في البلادر. فاول ما تعمل يوريناري كاتيتر او بنسميها فولي كاتيتر، فولي او يوريناري كاتيتر، راح تلاقي دم غزير، يورين غزير جدا راح يخرج معك. تمام. الان الدياجنوستيك، ذا بيست انيشال تيست اللي هو البلاد يور نيتروجين والكرياتينين، وبعمل ايمج اللي هو السونوجرام او الالترا ساوند، سواء قلت لي سونو جرام او سواء قلت لي الترا ساوند، نفس الاشي، نفس الاسم يا اخواننا. اذا كانت بوست رينال بتلاقي الهايدرونيفروسيس واضح، تمام. اذا لقيت هجيت يا اخواننا البلاد يو نيتروجين من وين بتيجي؟ بتيجي من تكسير البروتينات، تكسير الامينو اسيد. هلقيت البروتين يحتوي على امينو، هلقيت انت بتاخد بتاكل وجبه بروتين في الجات، هذه البروتين بتتكسر الى امينو اسيد، الامينو اسيد بتتكسر بتعطيني نيتروجين او بتعطيني امونيا، الامونيا الليفر بحولها الى يوريا. اعيد، انت اكلت وجبه بروتين، البروتين بتكسر بيعطيني، بكسر الامونيا، بكسر 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 الامينو اسيد، الامينو اسيد لما تتكسر بتعطيني امونيا، الامونيا بتتحول في الجسم الى يوريا، الليفر لما بيحول الامونيا الى يوريا، اليوريا بتروح على الرينال عشان تعملي لها اكسكريشن. تمام. الكرياتينين من وين بيجيني؟ من وين بيجيني؟ من السكيليتال ماسل، من الميتابوليزم تبعت السكيليتال ماسل. فلما تلاقي البلاد يور نيتروجين للكرياتينين ريشيو اباف ال 20 لواحد، اذا هذا اما يكون بري رينال او بوست رينال ازوتيميا. لكن لما تكون بيلو 20 لواحد او 10 لواحد او قريبة من ال 10 لواحد، يعني 15 لواحد برضه، 15 لواحد، 12 لواحد، 13 لواحد، بهذا بنسميه intrinsic renal disease. الرينال سونوغرام برضو من البيست انيشال تيست يا اخواننا. تعمل الترا ساوند بيحتاجش منك وقت، يعني في دقيقة بتكون عامل الالترا ساوند، في دقيقة، فما بيحتاج منك وقت، وبسيطة ونون انفيزيف، وهي ما بتحتاج صبغة، ما بتحتاج صبغة، لأنه الصبغة contraindication caution avoided مع شخص عنده renal insufficiency. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. لما تلاقي إخواننا بري رينال أزوتيميا، يعني هذه الرينال عندها hypoperfusion، أو هذا الشخص عنده hypotension أو هايبوفوليميا، فالدم اللي رايح للرينال قليل، فالرينال بتعرف إنه هذا الشخص عنده هايبوفوليميا، فبتزود من إفراز الرينين الجوتينسين الدوستيرون سيستم اللي راح يعمل ري أبزوربشن للووتر بشكل كبير جدا، وري أبزوربشن للصوديوم، فالصوديوم اللي بينزل في اليورين قليل،
والووتر اللي بتنزل في اليورين قليل. لما الووتر اللي بينزل في اليورين قليل فاليورين بيكون هاي كونسنتريشن، الكونسنتريشن تبع اليورين بتكون اكتر من 500. اعيد، لما تعمل ري ابزوربشن للصوديوم والووتر، الصوديوم اللي بخرج في اليورين بيكون قليل، فالصوديوم اللي في اليورين قليل والفراكشن اكسكريشن للصوديوم اقل من 1%، يعني نسبة خروج الصوديوم في اليورين اقل من 1%. وكمان لما بتعمل ري ابزوربشن للميه بشكل كبير فاليورين بيكون هايلي كونسنتريشن، يعني اليورين اوزمولاريتي اكتر من 500، اليورين اوزمولاريتي اكتر من 500، فالسبيسيفيك جرافيتي تبعت اليورين اكتر من 1.1 من 100 او 10 من 100، 10 من 1000، اسف 10 من 1000، بتكون اكتر من 1.10 من 1000، تمام، هايلي سبيسيفيك جرافيتي. هذا لما يكون بري رينال. لكن لما يكون انترنسك رينال، انترنسك في الانترنسك رينال يا اخواننا، هنا الرينال نفسها فيها مشكله. لما الرينال يا اخواننا، مين اللي كان يعمل ري ابزوربشن للصوديوم وللميه؟ التيوبيول. التيوبيول يا اخواننا طلوا عليه، مين اللي كان يتحكم في الكونسنتريشن والديليوشن تبعت اليورين؟ يعني مرات لما الاوزمولاليتي تبعت البلاد تكون عاليه، تكون عاليه، التيوبيول تعمل ري ابزوربشن للووتر فتقلل الاوزمولاليتي تبعت البلاد، لكن بتكون الاوزمولاليتي تبعت اليورين بتزيد لانه صارت اعمل ري ابزوربشن للووتر، فبيصير الاوزمولاريتي تبعت اليورين كونسنتريتد. والعكس لما تكون الاوزمولاريتي تبعت البلاد واطيه، يعني في فلويد كتير في البلاد، فالتيوبيول بيعمل اكسكريشن للووتر فبيزود الاوزمولاريتي تبعت البلاد وبيقلل الاوزمولاريتي تبعت اليورين لانه بيعمل اكسكريشن للووتر. فاللي بيتحكم في الاوزمولاريتي تبعت اليورين هو البلاد، مرات بيزود الكونسنتريشن تبعت اليورين او الاوزمولاريتي تبعت اليورين، ومرات بيعمل ديليوشن لليورين. لكن لما هذا الشخص يكون عنده انترنسك رينال فيلر، واشهر انترنسك رينال فيلر اللي هو اكيوت تيوبولار نيكروسيس، التيوبيول هي اللي كانت تتحكم في الكونسنتريشن والديليوشن تبعت اليورين، فالتيوبيول مش راح تقدر لا تعمل كونسنتريشن لليورين ولا تعمل ديليوشن لليورين، فراح يكون اليورين اوزمولاريتي تقريبا بيساوي اليورين البلاد اوزمولاريتي. اعيد، راح يكون اليورين اوزمولاريتي تقريبا بيساوي البلاد اوزمولاريتي، تمام، يعني راح يكون اليورين اوزمولاريتي اقل من 350، أقل من 350، تمام؟ والتيوبيول مش راح تقدر تعمل ري أبزوربشن للصوديوم، فالفراكشن إكسكريشن للصوديوم راح يكون أكتر من 2 كمان، مش أكتر من 1 بل أكتر من 2، لأنه راح يصير إكسكريشن للصوديوم، وبالتالي كمية الصوديوم في اليورين راح تكون أكتر من 40، يعني كتيرة، تمام. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا طلوا علي، هل جيتي في الاكيوت كيدني انجري خاصة إذا كانت intrinsic الموست أكيوريت تيست البيوبسي، إذا كانت أنا بتكلم intrinsic الموست أكيوريت تيست البيوبسي، لكن أنت نادر 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 عبال ما تحتاج للبيوبسي، نادر ليش؟ لأنه هذا عنده أكيوت رينال فيلر، عبال ما تاخد بيوبسي
وتوديها على المعمل وطلعت النتيجة المريض بكون ميت. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية العلامات والشغلات اللي بتكون على المريض بتقدر تميز لك. هرقيتي الأكيوت كيدني إنجري إذا كانت انترنسك ثلاث شغلات، إما أكيوت تيوبيار نيكروسيس أو أكيوت الليرجيك انترستيشن نيفرايتس أو رابيد بروجريسيف جلوميريولو نيفرايتس. هدول الثلاث شغلات أنت بتقدر تميز بينهم بدون البايوبسي، بتقدر تميز بينهم بدون البايوبسي. فأنت نادر عبال ما تحتاج للبايوبسي، مع أنه هي الموست أكيوريت تيست، مع أنه هي الموست أكيوريت تيست. في البري رينال أزوتيميا كمية اليورين الصوديوم في اليورين بتكون لو، بتكون أقل من 20، بتكون أقل من 20. تمام. يا اخواننا طبعا لما يكون كمية البلد قليلة هذا الشخص يكون عنده هايبو فوليميا، طبعا الجسم بصنع انتي ديوريتك هرمون. انا بتكلم في الشخص النورمال، الجسم بيزود من افراز الانتي ديوريتك هرمون عشان يعمل ري ابزوربشن للووتر عشان يعمل ايو فوليميا، يعني يعالج الهايبو فوليميا. الان في الانترنسك رينال ديسيز بيكون اليورين اوزمولاريتي يساوي البلاد اوزمولاريتي، فبتكون اقل من 350 اليورين اوزمولاريتي. هذا بنسميها ايزوستين يوريا. ايزو يعني مساوي، مساوي او سيم. استين معناتها قوة، استرينث. يوريا معناتها هذا، يعني ايزوستين يوريا معناتها اليورين يشابه البلد. تمام. طبعا اليورين سبيسيفيك جرافيتي كوريليت مع اليورين اوزمولاريتي. في البري رينال ازوتيميا كنا نقول اليورين اوزمولاريتي لو. اليورين اوزمولاريتي يا اخواننا ايش بتكون في البرينين في البرينين الازوتيميا؟ بتكون هاي. معلش انا تو اتلخبطت لانه اخوي تو هذا. اليورين اوزمولاريتي بتكون ايش يا اخواننا؟ هاي. فاكيد السبيسيف اليورين سبيسيفيك جرافيتي حتكون هاي، حتكون اكتر من 1.10 من 1000 من 1000 واحد، لا اله الا الله، بتكون 1.10 من 100 ولا من ألف، والله 1.10 من ألف. تمام. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب في حاجة إخوانا بنسميها الهيباتو رينال سيندروم. هيباتو رينال سيندروم هو إنه بيكون أنا عندي رينال فيلر عشان سكندري لهيباتيك ديسيز او لليفر فيلر، يعني صار انا عندي رينال فيلر نتيجة من انه انا من الاصل كان عندي ليفر فيلر. The patient اللي عنده ليفر سيروسيس، سيفير ليفر سيروسيس يا اخوانا، المريض لما بيكون عنده ليفر سيروسيس بيزود من افراز النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد بيعمل فازو دايليشن في السبلانكنيك سيركيوليشن، فالدم بيضلوا متجمع في البلد فيزل تبعت الجي اي تبعت السبلانكنيك سيركيوليشن، فالدم بيضل فالدم تبع الجسم كله بيضل متجمع في السبلانكنيك سيركيوليشن. فالدم هلقيت طلع علي، ما انتوا عارفين يا اخواننا لما القلب بضخ الدم تلت الدم بيروح على الجي اي، من الجي اي بده يروح على الليفر عن طريق البورتال فين، من الليفر بده يروح على الانفيرو فينا كيفا عن طريق الهيباتيك فين.
لما هذا الشخص يكون عنده ليفر سيروسز، فلما الدم بده يروح على البورتال فين، البورتال فين ما بيقدر يوصل الدم على الليفر لانه هذا الشخص عنده ليفر سيروسز، فكيف البورتال فين بده يودي الدم على الليفر؟ ما بيقدر، فالدم بيتجمع في البورتال فين فبيصير بورتال هايبرتنشن، فالدم بيتجمع في السبلانكنيك سيركيوليشن. البورتال هايبرتنشن بيعمل اشارات للليفر انه انا عندي بورتال هايبرتنشن، فعمل لي شغله قلل الهايبرتنشن هذه، فالليفر بيزود من النيتريك اوكسايد، النيتريك اوكسايد بتعمل فازو دايليشن عشان يقلل الهايبرتنشن، الفازو دايليشن بيقلل البورتال هايبرتنشن وبيعمل فازو دايليشن للسبلانكنيك سيركيوليشن، بس برضو بيعمل فازو دايليشن لكل بلاد فيزل اللي في الجسم، تمام؟ فلما بيعمل فازو دايليشن بيعمل هايبوتنشن. لما بيعمل هايبوتنشن يعني ليش صار عند هذا المريض اخواننا هايبوتن، لما بيعمل هايبوتنشن فبيعمل هايبو بيرفيوجن على الرينال. فليش صار انا عندي هايبو بيرفيوجن؟ لسببين. السبب الاول انه البورتال فين ما قدرش يودي الدم على الليفر، فالليفر مش راح يودي الدم على الهيباتيك فين او على الانفيور فينا كيفا، فالدم اللي رايح على الهارت قليل. الشغلة الثانية نتيجة النيتريك أوكسيد اللي عمل فازو دايليشن اللي عمل هايبو تنشن، فالدم اللي رايح للرينال قليل، فالرينال بتفرز أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، فبيصير يعمل ري أبزوربشن للووتر والمية والصوديوم. لما بيعمل ري أبزوربشن للووتر الهارت بضخ الدم، لما بضخ الدم تلت الدم بده يروح على الجي اي، بس انا عندي ليفر سيروسز فالدم مش راح يطلع من الليفر، فالدم اللي رايح للانفيو فينا كيفا قليل، فالدم اللي رايح للهارت قليل، فالكارديك اوتبوت قليل، فالدم اللي رايح للرينال قليل، فالرينال بتفرز الالدوستيرون يعمل صوديوم ري ابزوربشن ووتر ري ابزوربشن، فالدم اللي رايح لل فالليفر فالهارت راح يضخ دم اكثر، لكن هذا الدم لما بصل على الجي اي تلت الدم بيروح على الجي اي، فلما تلت الدم يروح على الجي اي، طب ما الجي اي عندي انا عندي ليفر سيروسز، فالبورتال فين مش راح يقدر يوصل الدم على الليفر، فالدم اللي رايح للليفر قليل، فالدم اللي رايح للهيباتيك فين قليل، فالدم اللي رايح للانفيور فينا كيفا قليل، فالدم اللي رايح للهارت قليل، فالكارديك اوتبوت قليل، فالدم اللي رايح للرينال قليل، الرينال اللي بتفرز الدوستيرون، وهذا السيستم بيضل موجود يا اخواننا، وهذا السيستم بيضل موجود. غير كده لما الكارديك اوتبوت يكون قليل فالدم اللي رايح للبرين قليل، فالبرين بصنع انتي ديوريتيك هرمون بيعمل ري ابزوربشن للووتر. بس انت طول ما تزود الري ابزوربشن للووتر انت قاعد يا اخواننا بتفاقم المشكله، عارفين ليش؟ كل ما تزود الري ابزوربشن للووتر، الووتر بتضلها تتجمع في السبلانكنيك سيركيوليشن، بتضلها تتجمع في الجي اي فيزل، فبيعمل عند هذا المريض اسايتس. فالووتر اللي انت بتعمل له ري ابزوربشن سواء بالانتي ديوريتيك هرمون، سواء بالرينين انجيوتنسين التوستيرون سيستم، سواء بالسمباتيك نيرف سيستم، لانه برضو يا اخواننا الهايبوتنشن بحفز من افراز الكاتيكولامين الابنفرين والنور ابنفرين، برضو بيزودوا الري ابزوربشن للووتر. بس في نهاية المطاف كل هذا يا اخواننا راح يضلوا متجمع في الجي اي، لانه تلت الدم اللي بضخه الهارت راح يروح على الجي اي، تمام؟ طب البورتال عنده الليفر عنده سيروسز، فالمهم راح يضلوا يصير عند هذا المريض اوفرلود اوفرلود اوفرلود، فبيصير عنده اسايتس. فالهيباتورينال سيندروم بتعمل البريرينال ازوتيميا، فبتلاقي اعراض البريرينال ازوتيميا. طبعا كيف بدك تعرف هذا المريض عنده هيباتورينال سيندروم؟ بتلاقي عنده سيفير ليفر ديسيز، بتلاقي عنده رينال فيلر، بس مش معروف السبب، مش معروف السبب، اتطلع على الليفر بتلاقي ليفر سيروسز، بتلاقي عند هذا المريض اسايتس، بتلاقي بما انه بريرينال ازوتيميا اذا البلاد يورا كرياتينين البلاد يورا نيتروجين للكرياتينين ريشيو اكثر من 20 لواحد، بما انه عنده بريرينال ازوتيميا اذا راح يصير افراز للرينين والالدوستيرون، اذا الري ابزوربشن للصوديوم والووتر، اذا
الاوزمولاريتي تبعت اليورين فيري لو فيري فيري هاي فيري هاي فيري هاي فيري هاي الاوزمولاريتي تبعت اليورين بتكون اكثر من 1.10 من 1000 1.10 من 1000 او 1.1 من 100 تمام 1.1 من 100 او 10 من 1000 اللي بدكم اياها فبتلاقي الاوزمولاريتي عاليه تبعت اليورين بتكون الاوزمولاريتي اكثر من 500 وبتلاقي الاكسكريشن للصوديوم فيري لو بيكون اقل من 20 يعني الصوديوم في اليورين بيكون اقل من 20 بيكون 15 بيكون 12 بيكون 10 بيكون اقل من 20 وبيكون الفراكشن اكسكريشن للصوديوم اقل من 1% طب ايش التريتمنت عالج الليفر سيروسيز اللي هو ليفر ترانسبلانتيشن لكن مش قادر عرفت وين كانت المشكله في النيتريك اوكسايد اللي كان يعمل فازو دايليشن طب الحل اعمل فازو كونستريكشن عن طريق الالفا اجونست اللي هي الميدودرين الميدودرين يا اخواننا الفا اجونست ادرين هاي ال وينها هيها الميدودرين هذه الفا اجونست الميدودرين الميدودرين بذكرك يا اخواننا في الفينيليفيرين فيرين ادرين اين عارفين تمام الميدودرين تمام او الاوكتريوتايد الاوكتريوتايد يا اخواننا عباره عن سوماتوستاتين او اللي هو الجونادول الجروث هرمون انهيبيتور اخوانا طلع علي في انا عندي جروث هرمون في شغلات بتزود من افراز طبعا الجروث هرمون يفرز من البيتويتري في شغلات بتزود من افراز جروث هرمون زي الجروث هرمون ريليزنج هرمون وفي شغلات بتقلل من افراز الجروث هرمون زي السوماتوستاتين فالسوماتوستاتين في الجسم بيقلل من افراز الجروث هرمون طيب انا صناع الدواء بيشبه السوماتوستاتين اللي هو الاوكتريوتايد الاوكتريوتايد بيقلل من افراز الجروث هرمون وبيعمل فازو كونستريكشن كمان هاي الاوكتريوتايد هاي الاوكتريوتايد وينه الاوكتريوتايد هو نفس السوماتوستاتين نفسه بس هذا دواء الاوكتريوتايد دواء انا صنعته الاوكتريوتايد بيختلف عن السوماتوستاتين انه له لونجر هاف لايف بتعطيله جرعه واحده كل شهر جرعه واحده بس المهم كنت استخدمه في الاكروميجري عشان اقلل اعمل انهيبيشن للجروث هرمون فبستخدمه في الاكروميجري وعشانه بيعمل انهيبيشن لا ما هو يا اخواننا السوماتوستاتين بيعمل انهيبيشن للجروث هرمون وبيعمل انهيبيشن لا الثايرويد ستيميوليشن هرمون وبيعمل انهيبيشن لا الانسولين والجلوكاكون والجاسترين بما انه بيعمل انهيبيشن والجاسترين والجلوكاكون والانسولين وبيعمل انهيبيشن للسوماتوستاتين بيعمل انهيبيشن للسيروتونين بيعمل فممكن استخدمه في الكارسينويد تيومر لانه بيعمل انهيبيشن يا اخواننا للسيروتونين وبرضه بيعمل فازو كونستريكشن فكنت استخدمه في الايسوفيجيال فاريسز الاوكتريوتايد والديسموبريزين برضه نفس القضيه الديسموبريزين برضه كان يعمل فازو كونستريكشن فكنت استخدمه في الايسوفيجيال فاريسز ما علينا كتير المهم الاوكتريوتايد بقدر بيعمل فازو كونستريكشن فبقدر استخدمه في الليفر سيروسز تمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد ثم أما بعد الآن الأكيوت تيوبولار نيكروسيس إنجري تو ذا كيدني فروم إسكيميا أو توكسين بصير أنا عندي الدمج لخلايا التيوبول شيدينج سلافينج أوف لخلايا التيوبول في اليورين الصوديوم والووتر ري أبزوربشن ميكانيزم حيصير إلها disruption وبالتالي lost للتيوبيولار سيل
if there is most modest hypotension او hypovolemia بتكون انا عندي pre-renal azotemia. والpre-renal azotemia reversible. لكن لو الاسكيميا become more severe بصير انا عندي necrosis للtubular cell وبالتالي slough off into the urine become visible منسميها ground moody cast. Moody brown cast appearance in the urine. تمام؟ يا اخوانا حقيقة انا شرحت هذا الكلام في الباثو، لكن بدي اقول لكم اياه انا مش كل شغلات الباثو بدي اشرحها هنا، لكن هذه يعني خليني اقول لكم اياها. هل قلت يا اخوانا بس هاي الافرنت ارتريول وهي الجلوميرولاي وهي الافرنت ارتريول وهي ايش؟ التيوبيول البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول. هلقيتي بيجي البلد على الجلوميريولاي فبترشح في الباو مان كبسول فبدخل على ال 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 على البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول والبلد بيرجع وين؟ على الايفرنت ارتريول. يا اخوانا لما بدخل البلد على الجلوميريولاي بترشح فلويد النيوتريانت توكسين الدراج امينو اسيد جلوكوز، اما البروتين الالبومين الريد بلاد سيل الوايت بلاد سيل كلها هذه يا اخواننا بترجع على الايفرنت ارتريول. معدل الترشيح 120 او 125 في الدقيقه، 125 ملي لتر ملي لتر في الدقيقه. تمام. طيب الان في الساعة بدك تضرب 125 ضرب 60 تقريبا بيطلع 6000 مليليتر في الساعة تقريبا. يعني في الساعة بترشح 6000 مليليتر، يعني بترشح البلط كله طب انا عندي 24 ساعة في اليوم، يعني 24 مرة بترشح البلط، ما علينا كتير. المهم هلقيتي الفلويد والنيوتريانت والامينو اسيد لما تترشح في الباومان كبسول بتروح على البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول. في انا عندي هنا خلايا الابيثيليال سيل تبعت البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول، هذه الخلايا لما بتتغذى على النيوتريانت والجلوكوز والامينو اسيد اللي ترشحت من الباومان كبسول. فلما يكون انا عندي الدم اللي رايح على الافرنت ارتريول قليل، فالدم اللي رايح على الجلوميريولاي قليل، فترشيح الفلويد والنيوتريانت في الباومان كبسول قليل، فالفلويد والنيوتريانت اللي رايحة على بروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول قليل، فالأكل اللي رايح على خلايا البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول قليل، فبيصير أنا عندي إسكيميا في البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول سيل، إسكيميا ونيكروسيس. يا أخوانا أكتر خلايا اللنج اللي معرضة للإسكيميا والنيكروسيس هي خلايا البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول. تمام؟ لأنها من أكتر خلايا اللنج اللي بتشتغل، ولأنها بتتأثر كتير دغري في الإسكيميا والنيكروسيس. تمام. فلما يكون أنا عندي إسكيميا ونيكروسيس بيكون أنا عندي أكيوت إتيوبيولار نيكروسيس، فخلايا الإتيوبيول بيصير إلها دمج ونيكروسيس، فبتظهر على اليورين على شكل مودي براون كاست او جرانيولار كاست. تمام. الهايبوتنشن ممكن يكون سيرجيكال او ممكن يكون ميديكال. تمام. الاكيوت رينال فيلر هلقيت. طيب عرفنا قضية الاسكيميا. هلقيت يا اخواننا لما الجلوميريولاي اترشح ممكن اترشح ادوية، هذه الأدوية لما بدها تروح على البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول، هذه الأدوية نفسها يا اخواننا بتجرح
وهذه الأدوية ممكن تكون تزود لفري راديكال، وهذه الأدوية تكون توكسيك للبروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول، فهذه بتكون توكسيك تمام، فبتعمل دمج للبروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيول. غير كده لما يصير أنا عندي رابدوميولايسز يرتفع الميوغلوبين في البلد، أو يصير أنا عندي هيمولايسز تكسير للريد بلاد سيل، فبيرتفع الهيموغلوبين في البلد، فبيروح على الجلوميريولاي، فبترشح من الجلوميريولاي، فبيروح على الاتيوبيول. لما بيروح على الاتيوبيول يا اخوانا هو نفسه دايركت توكسيك للاتيوبيول، دايركت توكسيك للاتيوبيول، فبيعمل لي دمج لخلايا الاتيوبيول وشيدنج وسلافينج اوف لخلايا الاتيوبيول. التوكسين is increased likelihood of develop the acute tubular necrosis is hypoperfusion of the kidney and there is underlying renal insufficiency such as from hypertension or diabetic. The risk factor للacute tubular necrosis direct evaporation increase age. تمام هلقيتي بعض التوكسين هي توكسيك للرينال، لكن الشخص الهيلثي بيقدر يعمل توليرانس لهذا التوكسيك او لهذا الدراج، يعني بيقدر ايش؟ بيقدر يعمل توليرانس وبيقدر يقاوم هذا التوكسين او هذا الدراج. لكن لو كان هذا الشخص عنده مشكله معينه زي هايبو بيرفيوجن ويجي كمان توكسيك عليه ويجي كمان الدراج توكسيك على الرينال، فبيصير عنده مشكلتين في آن واحد، فبيصير عنده أكيوت اتيوبيولار نيكروسيس. أكيوت يعني الريسك فاكتور للأكيوت اتيوبيولار نيكروسيس شخص من الأصل يكون عنده هايبو بيرفيوجن، أو شخص في الإردلي، في الإردلي كل سنة بيخسر 1% من الرينال، يعني كل 10 سنوات بيخسر 10%. الأمينوغلايكوزايد زي الأميكاسين والسيسبلاتين والفانكومايسين والأسايكلوفير والسايكلوسبورين، كل هدول يا أخوانا توكسيك للرينال وهم دوز ديبندنت، يعني كل ما زودت الدوز كل ما كان المريض مور سيك مور سيك، وغالبا بعد اسبوع من التعرض لهذه الادويه بيصير عندهم اكيوت اتيوبيولار نيكروسيس او اكيوت كيدني انجري، خاصه يا اخواننا لو كان هذا من الاصل عنده مشكله معينه. اذا الشغلات اللي بتعمل اكيوت اتيوبيولار نيكروسيس، اول شيء التوكسين، ثاني شيء الهيموغلوبين والمايوغلوبين في الرابدومايولايسيس، الهيموغلوبين في الهيمولايسيس. ثالث إشي الكونتراست انديوست نيفروباثي، الصبغة يا أخواننا نفسها هي عبارة عن توكسيك للبروكسيمال كونوفيوليتد اتيوبيول أو للاتيوبيول بشكل عام توكسيك. هاجي تطلوا علي، هاجي هذا الاتيوبيول، اعتبر هذا يا أخواننا الاتيوبيول وهي الصبغة، كل ما زاد فترة مكوث الصبغة في الاتيوبيول زادت فترة احتكاك الصبغة مع الابيثيليال سيل تبعت الاتيوبيول او تبعت اللي بتعمل لايننج للاتيوبيول، فكل ما زاد الدمج للاتيوبيول. طب انا كيف بدي اقلل فترة احتكاك الصبغة مع الاتيوبيول؟ زود الفلويد. لما انت تزود الفلويد فبالفلويد هذا يا اخواننا اذا كان كتير بيعمل ديليوشن للصبغة، والفلويد هذا بيزود من اليورينيشن فدغري بينزل في اليورين، فدغري بينزل في ايش؟ في اليورين. تمام، تمام. طيب ممكن تعطي، هل جيت يطل علي الكونتراست هذا او الصبغة بتعمل نيفروباثي خاصة في الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الرينال من الاصل؟ تمام، بس صراحة يعني انت بتعطي الصبغة
بعد 24 ساعة. يعني مثلا كيف بيجي السؤال؟ واحد يا اخواننا كان انا شاكك انه عنده بالمونري امبوليزم، عشان اعمل كونفيرماتوري دياجنوسيس بدي اعمل له سي تي سبايرال، او منسميها سي تي انجيو، سي تي انجيوغرام. هذا السي تي بحقن المريض بصبغة، بحقن المريض ايش بصبغة، بيقول لي بعد كده يا اخوانا معلش انا مش عارف وين وصلت نسيت، بس الكونتراست انديوس نيفروباثي. هلقيت يا اخوانا بدي اقول لكم شغلة مهمة، هلقيتي الكلية هاي الافرنت ارتيريول وهاي الجلوميريولاي وهاي الايفرنت ارتيريول وهذه البروكسيمال كونفيوليتد اتيوبيو. هلقيت لو انا بدي اتخلص، لو الكلية بدها تتخلص من توكسيك او من الدراج او من توكسين معين، عشان هذا التوكسين يا اخواننا او هذا الدراج برضو الجسم بيعتبره توكسين، الدراج الجسم بيعتبره توكسين، فعشان الانسان او الرينال تتخلص من هذا التوكسين بشكل كبير وعلى السريع بطريقتين، انه بيجي الافرنت ارتيريول وبكب هذا الدراج، بكب هذا الدراج وين؟ في الجلوميريولاي، ومن الجلوميريولاي على الباومان كابسول، ومن الباومان كابسول على البروكسيمال كونفيوليتد، ومن البروكسيمال كونفيوليتد في نهاية المطاف على اليورين، تمام. هاي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية إنه البروكسيمال كونفيوليتد تبيول بتقدر تعمل سكريشن للدواء. ايش يعني سكريشن للدواء؟ يعني تمسك الدواء من البلاد وتوديه على التيوبيول عشان ينزل في اليورين. فكده انت بالطريقتين، بالاكسكريشن عن طريق الباومان كابسول، وبالسكريشن عن طريق البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول. فعند البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول بيصير انا عندي كونسنتريشن من التوكسين. ليش كونسنتريشن؟ لانه جايلها من الجلوميريولاي وهي نفسها بتعمل سكريشن للتوكسين، فبيكون عندها كونسنتريشن من الدواء. فعشان كده لازم الشخص يشرب ميه كتير عشان يعمل ديليوشن لهذا التوكسين، او ديليوشن لهذا الدراج، او ديليوشن لهذا الميوغلوبين او الهيموغلوبين او الصبغه او اي شيء توكسيك على التيوبيول. لكن لو هذا عنده دي هايدريشن، فالتوكسيك هذا رح يتركز، سواء كان بروتين، سواء كان مايوغلوبين، سواء كان كونتراس، سواء كان دراج، سواء كان توكسين، رح يتركز. لما يتركز يا اخواننا دمج، بيعمل دمج للتيوبيون بين طريقتين، من فوق ومن تحت، لانه هو بصير له سكريشن وبصير له اكسكريشن، يعني بيأثر على التيوبيون بشكل كبير. تمام. طيب عشان كده يا اخواننا اي مريض بده ياخذ صبغه لازم اعرف وظائف الكلي، لازم اعرف الكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين كيف، لانه لو كانوا هاي ما بقدر اعطي له الصبغه يا اخواننا، لانه بخاف يعمل رينال فيلر. طلع علي، لانه البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول يدوب مساعد حالها، لانه الرينال يدوب شغاله، فهذا الكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين مرتفع في البلاد، فاي مشكله جديده راح تقطم الرينال قطم، راح تقضي على الرينال، فحيصير اكيوت رينال فيلر. فعشان كده انا ما بقدر اعرضهم للصبغه. طيب في الشخص السليم برضو هذه الصبغه بتاثر عليه، لانه فيري توكسيك، فيري اريتانت، هي فري راديكال، سواء الصبغه سواء التوكسين سواء المايوغلوبين سواء الهيموغلوبين، هدول يا اخواننا بيزيدوا الانفلاميشن والدمج والنيكروسيس، اريتانت هدول للبروكسيم يا اخواننا. طلع علي، اكثر خلايا في التيوبيول بتتاثر البروكسيمال. ليش؟ لانه في البروكسيمال هي المسؤوله عن السكريشن للتوكسين، والبروكسيمال هي اول خلايا اللي بتستقبل من الجلوميريولاي، تمام؟ فهي اكثر خلايا بتتاثر، تمام. فانا بدي اعطي للمريض ميه كتير، اي في فلويد. ممكن كمان يا اخواننا اعطي له اسيتا
أسيتيلسيستاين. طيب هل لقيت برضو الصبغة في الإنسان الطبيعي برضو ممكن تعمل عنده أكيوت رينال فيلر، إنه ترفع الكرياتينين والبلاد نيتروجين بعد يوم من الصبغة، لكن بعد 5-6-7 أيام بترجع الرينال للوضع الطبيعي. بس أنت دائما أعطي له هيدريشن، قبل ما تعطي الصبغة وبعد ما تعطي الصبغة. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية يا أخواننا، تمام خلص. هل قلت نيجي على، وهذا برضو أجا في اليو اس ام دي، الكونتراست انديوست اكيوت رينال انجري. الكونتراست انديوست اكيوت رينال انجري كانوا اخواننا حقيقة يركزوا على قضية الاسايكلوفير. اخواننا الاسايكلوفير هو انتي هيربس فيروس، انتي هيربس سيمليكس فيروس، انتي هير، وكنا نستخدمه في الهيربس سيمليكس فيروس. الان شخص مثلا بيجي لك على العيادة عنده مشاكل في السنترال نيرفوس سيستم، كونفيوجن ومش عارف شو، كونفيوجن ديليريوم ليثارجي، عنده مشاكل في السنترال نيرفوس سيستم، عملت لمبار بانشر لقيت الليمفوسايت مرتفعة، فانت اعطيت له أسايكلوفير. الان لما تعطي له أسايكلوفير بجرعات كبيرة بآي في، يا اخوانا الأسايكلوفير شورت هاف لايف، لانه الرينا اللي بتتخلص منه على السريع، فهو very short half life. اعتقد يا اخواننا اعتقد الاسايكلوفير بنعطى اكتر من 3 مرات في اليوم، اعتقد بنعطى 4 أو 5 مرات في اليوم، لانه له short half life، لانه الكلية دغري بتعمل له excretion. بس وين المعضلة؟ المعضلة انه الاسايكلوفير الذوبان تبعته low solubility، وبالتالي الرينال بتعمل له اكسكريشن بسرعه، فدغري دغري كل الاسايكلوفير دغري بينزل على الرينال، لكن عشان له لو سوليوبيليتي فبيضله ايش مترسب في الرينال، في التيوبيول تبعت الرينال، بيضله يترسب في التيوبيول تبعت الرينال، فبيعمل كريستال، فبيعمل ستون، فبيعمل دامج في البروكسيمال كونوفيوليتد تيوبيول. اذا بضله يتجمع، فبيعمل اوبستراكشن، يعني بيعمل شغلتين، بيعمل اوبستراكشن للتيوبيول وبيعمل دمج للتيوبيول، لانه هو نفسه فري راديكال، هو نفسه توكسيك للتيوبيول، هو نفسه بيعمل انفلاميشن ودمج ونكروسز الاسايكلوفير. لكن بيقولوا الاسايكلوفير لو تاخده اورال بيعمل الكش هدول السيمتوم، لانه الاورال انت ما بتعطي هاي دوز دغري على البلد، انما الاورال بيرتفع شوي، فما بيجي هاي دوز دغري على البلد، تمام. بيصير الاسايكلوفير لو انت اعطيته بجرعه كبيره اي في، تمام. اما لو اعطيت له اورال رير يعمل لي قضيه هذا، تمام. طب الاسايكلوفير وين بيعمل مشاكل؟ عند الاشخاص اللي من الاصل عندهم مشاكل في الرينال، زي عندهم كرونيك رينال ديسيز. يا اخوانا الشخص لما بيكون عنده مشكله في الرينال، اي مشكله زياده ممكن تؤدي الى رينال فيلر، كمان الاشخاص اللي عندهم فوليوم ديبليشن. ليش؟ لانه هيطلوا علي، انا عندي يا اخوانا ملعقه سكر، او بدي اقول لكم ملعقه رمل بدي احطها على كاسة مية صغيرة، حتلاقي الرمل بترسب في قاع الكاسة. لكن لو بدك تحطها في برميل مية او في خزان مية كبير بتذوب هذه الرمال. نفس القضية في الاسايكلوفير، لما الشخص يكون عنده فوليوم ديبليشن برضو هذا بيزود من الكونسنتريشن وبيزود من انه يترسب الاسايكلوفير، تمام. طيب برضو البند، تمام. هلقيت نيجي على الكريستال تبعت اليوريك اسيد. يا اخوانا هلقيتي شخص عنده كانسر في البلاد، كانسر في البلاد،
فانت اعطيت له كيموثيرابي. الكيموثيرابي ايش وظيفته؟ يروح يدمر خلايا الكانسر. فبيروح يا اخوانا بيدمر خلايا الكانسر من ضمن خلية الكانسر لنيوكلياس. فبيدمر لنيوكلياس. لنيوكلياس فيها دي ان اي. الدي ان اي يا اخوانا في انا عندي الالانين، ال 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 الادينوزين، اسف في الدي ان اي في انا عندي الادينوزين مونوفوسفيت، وفي انا عندي الجوانوزين مونوفوسفيت. هل قلت لما الكيموثيرابي يدمر النيوكلياس فبيدمر الدي ان اي، فالادينوزين مونوفوسفيت بتحول يا اخواننا الى اينوزين، الاينوزين بتحول الى ادينين، الادينين بتحول الى هايبوزانثين، الهايبوزانثين بتحول الى زانثين، الزانثين بتحول الى يوريك اسيد. يوريك اسيد تمام. الجوانوزين مونوفوسفيت يا اخواننا، الادينوزين مونوفوسفيت هو عباره عن ادينين لكن عليه شوغر وعليه فوسفيت، فصار اسمه ادينوزين مونوفوسفيت. احنا عندنا يا اخواننا في انا عندي ادينوزين تراي فوسفيت اللي هو الاي تي بي، وفي انا عندي ادينوزين داي فوسفيت، وفي انا عندي الادينوزين مونوفوسفيت تمام. طيب وفي انا عندي الجوانوزين مونوفوسفيت، الجوانوزين مونوفوسفيت بتتحول الى الجوانين، الجوانين بتتحول الى زانثين، الزانثين بتحول الى يا اخواننا يوريك اسيد. مين اللي بده يحول الزانثين الى يوريك اسيد؟ اللي هو زانثين اوكسيديز، الزانثين اوكسيديز تمام. طيب هل قلت لما انا اخذت الكيموثيرابي بجرعات كبيره، انتوا عارفين يا اخواننا الكانسر في البلد، في البلد خلايا البلد سريعه الانقسام، ففيها دي ان اي مشتعل سريع الديفيجن. فلما تعطي كيموثيرابي انت قاعد بتدمر جزء كبير من الدي ام اي، فقاعد بتدمر الادينوزين مونوفوسفيت والجوانوزين مونوفوسفيت بتحولهم الى زانثين، والزانثين بتحول الى يوريك اسيد، فقاعد بتضيف يوريك اسيد بشكل كبير جدا 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 في البلد. فاليوريك اسيد هذا يا اخواننا اللي موجود في البلد بيعمل لي هايبر يوريسيميا في البلد، فبيروح على بينزل في اليورين، فلما بينزل في اليورين يا اخواننا بيعمل لي ستون في اليورين، بيعمل لي يا اخواننا ستون في اليورين او اليوريت كريستال، بيعمل لي ستون لانه اليوريك اسيد لما بينزل في اليورين يا اخواننا بترسب في التيوبيول، بترسب فبيعمل لي ستون تمام. طيب طب ايش الحل؟ انا بدي اعطي كيم. طبعا هذه يا اخواننا بنسميها تيومور لايسيس سيندروم، انه بيصير انا عندي لايسيس لخلايا التيومور عن طريق الكيمو ثيرابي، بنشوفها خاصه في الهيماتولوجيكال مالجنانسي. طب ايش الحل؟ الحل شغلتين، اما اليوريك اسيد اتكسره عن طريق الراس بيوريكيز، يعني اي واحد بينتهي ب يوريكيز من اسمه، ايز يعني ديجراديشن، يوريك يعني ديجراديشن لليوريك اسيد، او تمنع تكون اليوريك اسيد من الاصل. مين اللي كان يكون اليوريك اسيد؟ الزانثين كان يتحول الى 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 يوريك اسيد عن طريق زانثين اوكسيديز. فانت اعطي دواء يعمل انهيبيشن للزانثين اوكسيديز اللي هو الالوبيورينول. يا اخوانا باختصار الالوبيورينول بتحول الى الوزانثين، الالوزانثين هو بيعمل انهيبيشن للزانثين اوكسيديز. وزيدك من البيت شعر، من الشعر بيت، انه اللي بيحول الالوبيورينول من انأكتيف الى اكتيف الى الوزانثين اللي هو الزانثين اوكسيديز نفسه. فالزانثين بيحول الدواء الى اكتيف وبيروح الدواء يعمل له انهيبيشن، فمش راح يتكون انت عندك من الاصل اليوريك اسيد، فمش راح يصير انا عندي هايبر يوريسيميا، فمش راح اليوريك اسيد مش راح يعمل ديبوزيشن وترسيب في التيوبيول تمام. طيب الان قضيه البريسيبيتيشن تبعت الكالسيوم اوكزاليت. الان لما واحد يا اخوانا بياخد الكحول،
الالكحول فيه له يا اخواننا الايثايلين جلايكول، الالكحول بتحول الى الجلايكين الايثايلين جلايكول. اذا لما واحد ياخذ من جرعه كبيره من الايثايلين جلايكول جرعه كبيره، هذا الجلايكول يا اخواننا بتحول الى اوكزاليت، والاوكزاليت بتتحد مع الكالسيوم وبيعمل كالسيوم اوكزاليت، والكالسيوم اوكزاليت بترسب في الرينال فبيعمل لي بريسيبيتيشن للكالسيوم اوكزاليت. اللي بدي اقوله لما هذا الاوكزاليت يشفط الكالسيوم من البلاد عشان الاوكزاليت يتحد مع الكالسيوم ويترسب في الرينال، فنسبه الكالسيوم في البلاد بتقل، نسبه الكالسيوم في البلاد بتقل وبيعطيني شكل معروف اللي هو الانفلوب شيب. يا اخواننا لما تشوف انفلوب شيب يعني هذا كالسيوم اوكزاليت ديبوزيشن، لما تشوف الانفلوب شيب يعني هذا كالسيوم اوكزاليت ديبوزيشن. تمام. برضو يا اخواننا اللي بيعمل اكيوت تيوبولار نيكروسيس اللي هو البينز جونز بروتين اللي بنشوفه في المايلوما، هو دايركت توكسيك للرينال اتيوبيول. والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بيعمل لي حاجه بنسميها انالجيسك نيفروباثي. نيجي على التريتمنت. التريتمنت يا اخواننا بدك انت تشوف الكوز اللي سوى اكيوت اتيوبيولار نيكروسيس، فما في انا عندي دواء معين بيعمل ريفيرس للرينال فيلر، لكن انا عشان اشوف طبعا سبب الرينال فيلر شو، هل اكيوت تيوبولار نيكروسيس، هل بري رينال ازوتيميا، ولا هل بوست رينال ازوتيميا، كيف ممكن تعرف؟ اعطي فلويد. اذا لقيت المريض قاعد بتحسن اذا هذه القضيه بري رينال ازوتيميا، بري رينال ايش؟ ازوتيميا. طيب او هلقيت يا اخوانا، طب في معلومه بيقول لك مش الكونتراست انديوست نيفروباثي، بيقول لك ممكن انت تمنع انه الصبغه تعمل لك نيفروباثي عن طريق تعطي هايدريشن بشكل كبير قبل ما بدك تعطي الصبغه، لكن لو الصبغه عملت نيفروباثي تمام وبعد اسبوع النيفروباثي ضلتها بيرزيستنت، فيش دواء يعمل ريفيرسابل للنيفروباثي، حتى لو بدك تعطي له خزان ميه، حتى لو بدك تعطي له خزان فلويد، بما انه خلص الصبغه عملت نيفروباثي خلصنا، سلامتك وتعيش وسلم على اللي حواليك ومع السلامه وجود لك. تمام. طيب لما انا بدي اعطي دياليسز initial dialysis للمريض، initial dialysis يعني بدك تعطي اول مرة هذا المريض بده ياخد dialysis، انت بتعتمد على ايش؟ هل بتعتمد على البلاد يو نيتروجين والكرياتينين بس؟ لا. ليش؟ لانه بعض الاشخاص بيكون عنده البلاد يو نيتروجين 80 وهذا اسيمتوماتيك فما بحتاج dialysis. تمام؟ هل انت بتعطي dialysis اذا كانت الحالة life threatening؟ برضو لا. ليش؟ لأنه ممكن تكون لايف تريتينينج وممكن أقدر أعالجها بدون الدياليسيس. زي كيف؟ واحد عنده هايبر كاليميا، الهايبر كاليميا يا أخوانا لايف تريتينينج بس ممكن أعالجها، أعطي له جالسيوم إجلوكونيت وأعطي له إنسولين أو أعطي له بيتا أجونيس، يعني قدرت أعالج الحالة بدون الدياليسيس. واحد عنده هايبوكالسيميا لايف تريتينينج بتعمل لي سيجار برولونج QT interval، بتعمل لي برولونج QT interval أريثميا وبتعمل لي سيجر، هي لايف تريتينينج بس بقدر أعالجها بدون الدياليسيس، فليش أروح ألتجه للدياليسيس؟ أعطي للمريض كالسيوم وفيتامين د وخلصنا. طب متى أنا بلتجه للدياليسيس؟ إذا
إذا كانت الإشي سيفير والأدوية ما نفعتش وفيش حل غير الدياليسز. زي إيش إخوانا؟ من وظيفة الكلية تعمل إكسكريشن للهيدروجين ولا للبوتاسيوم. فلما الرينال تخرب راح يصير عند هذا المريض أسيدوسز، لأنه مش راح يصير أنا عندي إكسكريشن للهيدروجين، فالهيدروجين راح يصير إله ريتينشن في البلاد فراح يصير أسيدوسز. برضو بعملش للمريض دياليسز إلا لو هذه الأسيدوسز ما استجبتش للعلاج وكانت very 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 severe، أدت إنه يكون البي اتش أقل من 7.1، أدت إلى إنه يكون البي اتش أقل من 7.1. تمام؟ من وظيفة الرينال تعمل إكسكريشن للبوتاسيوم، فالرينال فيلر حيعمل هايبر كاليميا. لكن الهايبر كاليميا يا أخوانا أنا ما بأعمل دياليسز إلا إلا لو هذه الهايبر كاليميا أثرت على الـ ACG. طلوا علي، أنا أول ما أشوف هايبر كاليميا على السريع كالسيوم جلوكونات وإنسولين، لكن لو الهايبر كاليميا أثرت على الـ ACG بده دياليسز يا أخواننا على السريع، بده دياليسز. يعني طب كيف الهايبر كاليميا بتأثر على الـ ACG؟ حناخدها إن شاء الله، لكن لو لقيتها أثرت على الـ ACG أو عملت لي فنتركولار أريثميا بدها دياليسز على السريع، لأنه هذا يا أخواننا هارت ما في له مزح. تمام. الشغل الثاني، لو كانت الهايبر كاليميا فيري سيفير وما استجبتش للعلاج، اعطيت له انسولين بيتا اغونست وعلى الفاضي، فبدي التجئ للدياليسيز. طب كيف يعني فيري سيفير؟ يعني لقيت الكالسيوم اكثر من 6.5، الاصل البوتاسيوم يكون اقل من 5، ما يعديش الخمسة، بل انه لو 5 بقول عنه هاي، ما بدي اياه يعدي الخمسة. تمام. كانت من وظيفة الرينال تعمل إكسكريشن لليوريا، فلما تلاقي اليوريا مرتفعة تروح تعمل دياليسيز؟ لا، إلا لو السمتم العنيفة تبعت اليوريا ظهرت على المريض. زي إيش يا إخوانا؟ البلاتلت ما بتقدر تشتغل في وضع في يوريا، فاليوريا بتمنع شغل البلاتلت، اليوريا بتمنع شغل البلاتلت، فبيصير عند هذا المريض بليدنج. فلما تلاقي عنده إكموسز، بتيكيال راش، سب كونجكتايفال هيموريج، بليدنج، هيموبتيسز، فيا اخواننا بدك حينئذ تعمل دياليسز. او اليوريا بتروح على البرين وبتعمل انسيفالوباثي، فلو لقيت كونفيوجن، ليثارجي، دراوسنس، بدك تعمل ايش؟ دياليسز. او اليوريا بتروح على البريكارديوم وبتعمل بريكاردايتس وإنفلاميشن، فبدك تعمل لي برضو دياليسز. تمام. من وظائف هاجي تطل علي يا اخواننا، لما الجسم يكون مليان مية، فوليوم اوفرلود، هاجي تطل علي، من وظائف الرينال برضو لو الواحد أخذ مية كتير تعمل لهذه المية إكسكريشن. يا أخوانا طلوا علي، من وظائف الرينال، أنتوا حتستغربوا من هذه المعلومة، برضو تعمل إكسكريشن للمية. من وظائف الرينال تعمل إكسكريشن للبوتر. تمام. ليش؟ فلو هذا عنده أوفرلود من الفلويد، مليان إديمة وعنده بالمونري إديمة وعنده ووتر في اللنج ووتر السايتس ووتر جنراليز أناساركا، فممكن إخوانا تلتجئ للدياليسز إذا هذه الإديمة لم تستجيب للديوريتك. صراحة غالبا بتستجيب للفيوروسيماي لللاسكس. تمام. الآن لو واحد إخوانا أخذ إنجيكشن بتوكسين معين، بس يكون هذا التوكسين، هلقيت مين اللي بيعمل إكسكريشن للأدوية؟ الرينال. لو واحد أخذ دواء بجرعات كبيرة
الرينال مش راح تقدر تعمل اكسكريشن، فهذا الدواء راح يضله موجود في البلد ويضله يدمر، لانه الرينال مش راح تقدر تعمل اكسكريشن في نفس الدقيقه لهذا الدواء، خاصه لو كان هذا الدواء خطير زي الليثيوم. الليثيوم يا اخوانا دواء خطير، زي الفالبرويت والكاربامازيبين، هذول الادويه يا اخوانا خطيره، فانت ممكن تعمل دياليسيز. تمام. لو الليثيوم بستخدمه في الباي بولر ديسوردر، الفالبرويت والكاربامازيبين بستخدمه في السيجر، انتي سيج انتي ايبيليبتي، زي الساليسيليك اسيد اللي هو يا اخواننا الاسبرين، او توكسيك اخذ الكحول بجرعات كبيره. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نيجي على الرابدوميولايسيز. الرابدوميولايسيز كيف بتصير يا اخوانا؟ كيف بصير انا عندي تكسير للسكيليتال ماسل سيل؟ تروما، واحد انضرب، اثنين بعض عضات السنيك، السنيك ممكن تعمل رابدوميولايسيز، ثلاثة يا اخوانا انتم عارفين الحركة بركة، الواحد لما بتحرك كتير عضلاته بتكبر، الواحد لما بتحرك كتير عضلاته ايش بتكبر وبتنمو، لكن لما يضلوا immobilization لفترات طويلة جدا عضلاته بتصغر، اذا صغرت كتير تؤدي الى rhabdomyolysis. هذه يا اخوانا بتشوفها في المستشفى لما المريض يضلوا شهر وشهرين وثلاثة قاعد في المستشفى في طريح الفراش، فممكن يصير عنده رابدو مايولايسيز. لكن برضو في السيجر، ومهم كلمة السيجر، بل انه ممكن هي اهم واحدة، كلمة السيجر يا اخوان، السيجر والكراش انجري او التروما، السيجر والتروما مهمات هدول يا اخوان. لقيت الواحد لما بيعمل سيجر بيعمل كونتراكشن للعضلات بشكل عنيف، كونتراكشن للعضلات بشكل عنيف، هذا الكونتراكشن العنيف على العضلات ممكن يؤدي الى تروما في العضلات، ممكن يؤدي الى ضعف في العضلات، ممكن يؤدي الى دمج في العضلات. تخيل انت فجاه تضلك تعمل كونتراكشن للعضلات بتتعب، في نهايه المطاف بصير رابدوميولايسيز. المايوغلوبين منسميها بيجمنت او الصبغه او المايوغلوبين او البيجمنت، هذا كله يا اخوان هذا كله اخذناه قبل. الان كيف بدي اعرف الرابدوميولايسيز لايف تريتنينج ولا مش لايف تريتنينج؟ يا اخوانا انتوا عارفين البوتاسيوم، معظم البوتاسيوم انتراسيلولار، فلما يصير رابدوميولايسيز خلايا المايوسايت زي اي خلايا في الجسم مليانة بوتاسيوم، فلما يصير دمج لهذه الخلايا البوتاسيوم راح يطلع في البلد، لما البوتاسيوم راح يطلع في البلد بتلاقي عند هذا المريض اريثميا، فبتلاقي فنتريكولار اريثميا، بتلاقي بيك تي ويف في الاي سي جي، بيك تي ويف. طبعا يا اخواننا برضو ما انتم عارفين برضو معظم الاتش انتراسيلولار كمان، ما علينا كتير، فدغري بتطلع على الاي سي جي اذا لقيت بي ويف بيك بدك تلحقه بكالسيوم جلوكونيت او كلورايد. حناخدها يا اخواننا قضية الكالسيوم مش عارف شو حناخدها ان شاء الله، تقرقوش يعني، هناخدها في الاسيد بيس ديسوردر. الهايبركاريميا اوكور فروم ريليز البوتاسيوم فروم ذا دامج سيل بيكوز 95% من البوتاسيوم انتراسيلولار. الهايبر يوريسيميا اوكور فروم ذا سيم ريزون اف داز ان تيومور لايسيس سيندروم، يعني كنا نشوف الهايبر يوريسيميا في قضيه تيومور لايسيس سيندروم لما بصير انا عندي بريك داون للنيوكلياس اللي فيها الدي ان اي او اللي فيها النيوكليك
أسيد. تمام. هالحين برضو يا اخواننا طلوا علي، بدكم تعرفوا شغلة، البوتاسيوم والهيدروجين والفوسفيت هدول كلهم في الغالب انتراسيليولار، في الغالب انتراسيليولار. نعيد البوتاسيوم والهيدروجين والفوسفيت انتراسيليولار. فلما تعمل لي رابدومايولايسز راح يصير ريليز للبوتاسيوم والهيدروجين والفوسفيت. يا اخوانا طلوا علي، في انا عندي قصة ستوري لاف، قصة حب وعشق بين الكالسيوم وبين المصل، بين الكالسيوم وبين ايش المصل. هلقيتي المصل مناخيرها في السماء وبتتدلل على الكالسيوم، فكل ما الكالسيوم يجي يقرب عليها هي ايش بتبعد، ما بترضى. تمام. لما يصير انا عندي رابدومايولايسز فالمصل بصير إلها دمج، فكل الجسم بتخلى عن المصل، بتخلى عن المصل الا الكالسيوم. فلما الكالسيوم بروح على المصل المصل ايش ما بتصدق حدا يقف جانبها في الرابدومايولايسز، فبتلاقي كل الكالسيوم بروح بيرتبط في المصل، لكن المصل بتتمسكن عبال ما تتمكن، بتتمسكن عبال ما تتمكن. لما تقوى وترجع نورمال بتعمل ريليز للكالسيوم. تمام. بتطرد الكالسيوم. طبعا يا اخواننا ليش ما بشوف الهايبر يوريسيميا في الهيمولايسز؟ لانه الريد بلاد سيل، الريد بلاد سيل ما فيها نيوكلياس، ما فيها دي ان اي. تمام. التريتمنت، واحد يا اخواننا عنده رابدومايولايسز، ايش التريتمنت؟ اول اشي هنا تو كنا نقول الهايبوكالسيميا بقل في البلد بس ما بعالجها، لانه لما المصل ترجع نورمال بتعمل ريليز للكالسيوم. هاي الشغلة الاولى. الشغلة الثانية، قلنا البوتاسيوم بيرتفع في البلد، كيف بدي اعالج البوتاسيوم؟ اعطيله كالسيوم كلورايد او كالسيوم جلوكونيت، جلوكونيت مع انسولين، مع انسولين. ممكن كمان تعطوني يا اخواننا الباي كاربونات. اخوانا طلوا علي، الانسولين، البيتا اغونست والباي كاربونات، هدول الثلاثه بيمسكوا البوتاسيوم من دانه وبيدخلوه داخل الخلايا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب الشغلة الثانية، هلقيتي المايوغلوبين اللي طلع من العضلات، أنا بدي أمنع تلامس المايوغلوبين مع التيوبيولار سيل لفترات طويلة. أول إشي أعطي للمريض هيدريشن بشكل كبير، أعطيله فلويد بشكل كبير، فلويد بشكل كبير جدا كمان، عشان تعمل ديليوشن للمايوغلوبين اللي موجود في التيوبيول. تاني اشي اعطيله ديوريتك، وايش ديوريتك من النوع القوي، عشان هذا الديوريتك يسحب اليورين مع المايوغلوبين على اليورين، على اليورين. الاوزموتك ديوريتك يا اخواننا اللي هو المانيتول، تمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نيجي يا اخواننا على الاكيوت او الالرجيك، الالرجيك انترستيشيال نيفرايتس. يا اخواننا طلوا علي، الرينال في انا عندي جلوميرولاي،
فممكن يكون انا عندي مشاكل في الجلوميريول، المشاكل اللي موجوده في الرينال، الرينال نفسها، ممكن مشاكل في الجلوميريولاي، ممكن مشاكل في التيوبيول، ممكن مشاكل في الانترستيشيال، وممكن مشاكل في التيوبيولو انترستيشيال. يا اخوانا الانترستيشيال هو الكونكتيف تيشوز والسبورتد سيل اللي محيطه بالجلوميريولاي، اللي محيطه بالجلوميريولاي والتيوبيول. تمام تمام. طيب الان الالرجيك، انت طبعا يا اخوانا اي واحدة من هدول ممكن تؤدي على الاربعة، يعني اذا كانت سيفير، يعني الاكيوت يعني الجلوميريولار ديسيز، اذا كانت سيفير بعد فترة بتعمل لي تيوبيولار ديسيز، بعد فترة بتعمل لي انترستيشيال ديسيز، والعكس صحيح، الانترستيشيال ديسيز بعد فترة لو كانت سيفير 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 بعد فترة بتعمل لي تيوبيولار ديسيز، بعد فترة بتعمل لي جلوميريولار ديسيز، وهكذا. الأكيوت الليرجيك انترستيشيال نيفرايتس هو is a form of acute renal failure damage للتيوبيول according idiopathic base according ل idiopathic base bases. بتكون أنا عندي أنتيبادي وإيوزينوفيل ضد اللايننج تبعت التيوبيول as a reaction للدرج للإنفكشن وللأوتو أوميون أكيوت انترستيشيال نيفرايتس. تمام يا أخوانا باختصار شديد بتكون أرجيتي، بتكون أنا عندي IgE وإيوزينوفيل بتروح بتدمر الانترستيشيال، بتروح بتدمر الانترستيشيال. هذا الاي جي اي او الايوزينوفيل من الاصل اتكونت ضد درج معين او ضد بكتيريا معينه او ضد اوتو اوميون ديسيز، لكن للاسف لسوء الحظ هذه راحت هاجمت الانترستيشيال تبعت الرينال. انا مش عارف ليش انا حاطط التيوبيول صراحه، هي الاصل الانترستيشيال الليرجيك انترستيشيال نيفرايتس تمثل 10% من الانترنسيك رينال ديزيز او الانترنسيك رينال فيلر. ات كان ديستينكت فروم اذر كوز اوف ذا رينال فيلر باي، عشان هي يا اخواننا الليرجيك الليرجيك، فبيكون مع المريض فيفر وبيكون مع المريض راش، بيكون مع المريض فيفر وبيكون مع المريض راش، وبتلاقي زياده في الايوزينوفيل في اليورين، زياده في الايوزينوفيل في اليورين وكمان في البلط، وكمان في البلط. بس عشان هو الليرجيك الحساسيه، انتوا عارفين الحساسيه بتعمل فيفر وبتعمل راش. يا اخواننا لما هو بيسالك عن الالرجيك انترستيشيال نيفرايتس غالبا بيقول لك المريض صار معاه فيفر، صار معاه راش بعد ما اخذ بنسلين، بعد ما اخذ سيفالوسبورين، بعد ما اخذ الاموكسيسيلين، زي هيك بيجي السؤال في الغالب. يعني الميديكيشن اللي ممكن الشخص يصير عنده الالرجيك منها هي نفس الميديكيشن اللي بتعمل الالرجيك انترستيشيال نيفرايتس. يعني الشخص من الأصل، يعني في أنا عندي أدوية ممكن الشخص يتحسس منها ويصير عنده أليرجيك، مش بس في الرينال، في أي مكان يا أخوانا، مش بس في الرينال. يعني زي البنسلين، السيفالوسبورين، البنسلين أو قول البيتا لاكتام، السيفالوسبورين، الصلفة الدرج، الألوبيورينول، والريفامبين، والكوينولون والكوينولون. تمام، these are the same medication to cause acute interstitial nephritis. هي نفس الميديكيشن اللي بتعمل allergic بشكل عام عند الانسان اللي بتعمل skin rash. تمام، الان in addition
many of these same drug cause drug induced hemolysis. يعني يا اخوانا الادويه اللي بتعمل هيمولايسز مش هي نفسها الادويه اللي الانسان بتحسس منها، مش هي نفسها الادويه اللي لو الانسان اخذها ممكن تعمل عنده انافيلاكتيك شوك، مش هي نفسها الادويه اللي لو الانسان اخذها بتعمل عنده هيمولايسز. يا اخواننا قضيه الهيمولايسز يعني الانسان بتحسس من هذه الادويه، قضيه الانافيلاكتيك شوك يعني الانسان بتحسس من هذه الادويه، قضيه الالرجيك يعني باختصار ممكن اعطي للشخص دواء زي البنسلين يروح يعمل عنده سكين راش، يعني هذا الشخص بتحسس من البنسلين، او هذا الدواء يروح يعمل عند هذا الشخص هيمولايسز، يعني هذا الشخص بتحسس من هذا البنسلين، او يروح يعمل عند هذا الشخص ازمه يعني بتحسس من هذا البنسلين، او يروح يعمل عند هذا الشخص انافيلاكسز، او يروح يعمل هذا الشخص اليرجيك انترستيشال نيفرايتس. فكل هدول الشغلات يعني الشخص بتحسس من هدول الادويه، تمام. او اللي اخطر شغله يا اخواننا يروح للاسف يعني خطيره هذه، يروح يعمل عند هذا الشخص ستيفن جونسون سيندروم، ستيفن جونسون سيندروم، تمام. هل جيت يا اخواننا؟ لكن انت عمرك سمعت واحد بتحسس من كالسيوم تشانل بلوكر؟ لا. عمرك سمعت واحد بتحسس، واحد لما اخذ الكالسيوم تشانل بلوكر صار عنده راش، صار عنده فيفر، صار عنده هيمولايسيس، صار عنده مش عارف شو؟ لا. فبما انه الكالسيوم تشانل بلوكر رير يعمل هيمولايسيس، رير يعمل الليرجي، رير يعمل انافيلاكتيك او ستيفن جونسون سيندروم، اذا حتلاقي الكالسيوم تشانل بلوكر رير يعمل الليرجيك انترستيشال نيفرايتس، وبالتالي الدواء المور كومون يعمل سكين راش، يعمل هيمولايسيس، يعمل ستيفن جونسون سيندروم هو الدواء المور كومون اللي راح يعمل لي اكيوت انترستيشال نيفرايتست، تمام. انا بدي اياك تحفظ البنسلين والسيفالوسبورين لانه بتيجي عليها اسئله كتير بشكل كبير جدا يا اخواننا، البنسلين والسيفالوسبورين. الفينيتوين كان الدكتور هاني يحب الفينيتوين، ما بعرفش ليش، خلاص كان يحبه. المهم تمام. In addition to the drug، يعني الدرج ممكن تعمل allergic interstitial nephrite وبرضو الانفكشن. ممكن الإنسان يا أخوانا يصير عنده infection ببكتيريا معينة فيتكون ضد هذا البكتيريا IgE، فتروح IgE تهاجم الرينال فتعمل allergic interstitial nephritis. أو شخص يكون عنده autoimmune disease زي systemic lupus، زي سيجوغرين، زي الساركويدوسيز، فيروح يتكون IgE فيروح يهاجم الانترستيشال. بدي اقول لكم قبل ما تتلخبطوا، الساركويدوسيز كانت تعمل نيفروتيك سيندروم، السيستميك لوباس بتعمل اللي بدك اياه، بتعمل نيفريتيك، بتعمل نيفروتيك السيستميك. فالمقصد انه ممكن تلاقي الساركويدوسيز يعمل نيفروتيك سيندروم، هو نفسه يروح يعمل نيفروتيك سيندروم، لكن ممكن يتكون ضده IgE فيروح ال IgE يكون acute allergic interstitial nephritis، تمام. يعني مثلا ال IgA نفروباتي، مره حناخدها في النيفريتيك سيندروم ومره حناخدها في النيفروتيك سيندروم. فالمقصد يا اخواننا انه ممكن تلاقي الشغل الواحد تسوي لك اكتر من شغل باكتر ميكانيزم، تمام. هلقيت بما انه هو allergic interstitial nephritis فبيعمل intrinsic renal failure، فبتلاقي البلاد يورا كرياتينين ريشيو اقل من 20، بتلاقيه 10-15، المهم اقل من 20، وبتلاقي زيادة في الاكسكريشن للصوديوم، الفراكشن اكسكريشن للصوديوم اكتر من 2، وبتلاقي الصوديوم في اليونين كتير، بتلاقيه اكتر من 40 كتير، تمام. أهم إشي بتلاقي فيفر، راش، إيوزينو فيليوريا وإيوزينو فيليا في البلد، فيفر وراش
ويزينوفيليا في ويزينوفيليا ويزينوفيليوريا. اللي بدي اقول لكم شغله، الحساسيه بشكل عام بتعمل ارثرالجيا، ممكن تعمل ارثرالجيا تمام. الدياجنوسز زي ما قلنا هذه في اليورين اناليسيس بتلاقي وايت بلاد سيل، بس الوايت بلاد سيل بدك تعمل لها بالرايت هان سيلستين، فبتلاقي الايوزينوفيل مبينه بالرايت هان سيلستين، الموست اكوريت تيست لليورين اناليسيس. اخوانا طلوا علي، الموست اكوريت تيست عشان تفحص الايوزينوفيليا في اليورين الرايت هان سيلستين، الرايت هان سيلستين. لكن الموست اكوريت تيست بشكل عام للاكيوت انترستيشال نيفرايتس، ما هو الاكيوت انترستيشال نيفرايتس في 80% بتلاقي عندهم ايوزينوفيليا في اليورين، لكن في انا عندي 20% مش راح يكون عندهم ايوزينوفيليا في اليورين، بس عندهم برضو اليرجيك انترستيشال نيفرايتس. فالموست اكوريت تيست للاليرجيك انترستيشال نيفرايتس اللي هو يا اخواننا البايوبسي. اعيد، انت افضل فحص تشوف فيه له الايوزينوفيليا في اليوريا في اليورين، افضل فحص تشوف الايوزينوفيليا في اليورين اللي هو الرايت هاند سيلستين. لكن الموست اكوريت افضل فحص عشان تشوف الاكيوت انترستيشال نيفرايتس موجوده ولا مش موجوده البايوبسي. البايوبسي التريتمنت في الغالب زي اي حساسيه ممكن تروح يا اخواننا لحالها لما انت تعمل ستوب للدراج او كنترول للانفكشن او كنترول للاوتو اوميون ديسيز. كمان بدك تعطي، لو انت عملت يعني اول اشي ستوب للدراج او ستوب للشغ او كنترول للانفكشن، لو انا عملت ستوب للدراج وما تحسنش المريض ايش ممكن تعطيله؟ جلوكوكورتيكويد، إبريدنيزيلون، هيدروكورتيزون مثل إبريدنيزيلون. لو عملت ستوب للدرج وما تحسنش المريض، تمام يا اخواننا. اذا بدك تنسى الاكيوت انترستيشال نيفرايتس انا مسامحك، انساها كلها ما عدا ثلاث شغلات، انه هي اليرجيك وبالتالي بتكون بسبب ادويه، انه هي اليرجيك وبالتالي بتلاقي اي جي اي، بتلاقي ايوزينوفيليا، بتلاقي فيفر وراش، والراش نوعه هاي الشغله الثالثه الراش نوعه ماكيولو بابيولار راش، ماكيولو بابيولار راش. يا اخواننا اجت كتير في الامتحانات ماكيولو بابيولار راش، عارفين ما تكملش الكيس اكيوت انترستيشال نيفرايتس دغري، ماكيولو بابيولار راش ما تكملش الكيس اكيوت انترستيشال نيفرايتس على السريع حقيقه يا اخواننا. طبعا التراي ميتو بريم مع السلفا ميتوكزازول هدول يا اخواننا ها صلفة، ففيها صلفة درج، وانتم عارفين الصلفة بيعمل اكيوت انترستيشال نيفرايتس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نيجي على الانالجيسك نيفروباثي، يعني المسكنات او الانالجيزيا بتعمل نيفروباثي. الانالجيزيا يا اخوانا اللي هم قصدهم عن النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج زي الاسبرين، الايبوبروفين، النابروكسين، الاندوميثاسين، الكيترولاك تمام. هدول النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بيعملوا
فازو كونستريكشن على الافرنت ارتيريول، فبيعملوا ابري رينال ازوتيميا، وهم نفسهم بيعملوا دايركت توكسين على التيوبيول فبيعملوا اكيوت تيوبيولار نيكروسيس، وهم نفسهم ممكن الشخص يتحسس منهم فيعملوا اليرجيك انترستيشال نيفرايتس. ولما ناخذ النيفروتيك سيندروم حنلاقي بيعملوا ميمبرينوس نيفروباثي، ميمبرينوس نيفروباثي. تمام. الان لما شخص يا اخواننا يكون مريض هايبرتنشن او مريض ديابيتس، يعني الرينال حتكون عنده خلل، الرينال حتكون عنده خلل، تمام، لكن هذا الخلل لسه مش ظاهر، لسه مش ظاهر لانه خلص الجسم بيقدر يعمل توليرانس لهذا الخلل، لكن لما يجي ياخذ النون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج فبيصير عنده خللين، يعني بيصير عنده مشكلتين، تمام، فبتنقلب الامور عليه، فممكن يا اخواننا تظهر عنده الاعراض ويتظهر عنده الكلينيكال ابييرنت للرينال انسفيشنسي. ما في انا عندي كونفيرماتوري تيست للنون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج اللي يعملوا ديسيز للرينال. يعني انت ايش يعرفك انه مشكله الرينال عند هذا الشخص النون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج الا لو هذا المريض قال لك هيستوري، بس بالهيستوري فقط. يعني يا اخواننا لو واحد كان ياخذ نون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج وصار عنده رينال فيلر وما قالش لإلك انه هو كان ياخذ نون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج، انت مش راح تعرف انه هو عنده رينال فيلر، انه هو ايش سبب الرينال فيلر، انت مش راح تعرف يا اخواننا. تمام. وما في انا عندي ثيرابي الا تعمل ستوب للنون ستيرويدال. الانالجيسك نيفروباثي ذا موست كومون فورم دراج انديوست كرونيك رينال فيلر. البابيلاري نيكروسيس والكرونيك اتيوبيولو انترستيشال نيفرايتس ار ذا موست كومون باثولوجيكال سين. البيشنت ويذ كرونيك انالجيسك ابيوز ار اولسو مور لايكلي تو ديفلوب بريماتور ايجينج اثيروسكليروسيس اند يوريناري اتراكت كانسر. يوريناري اتراكت كانسر اخواننا اللي بياخد اشهر ادويه ممكن تعمل لي مشاكل في الرينال او تعمل لي كرونيك رينال فيلر، اشهر ادويه اللي هم النون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج، واشهر شغله ممكن تسويها النون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج هو اتيوبيولو انترستيشال نيفرايتس وبابيلاري نيكروسيس، وبابيلاري نيكروسيس. والنون ستيرويد الانتيفلاماتوري دراج بتقصر العمر، بتقصر العمر وبتزود من تصلب الشرايين وبتعمل لي كانسر، بتزود من فرصة حدوث اليوريناري اتراكت كانسر. نيجي على يا اخوانا البابيلاري نيكروسيز. البابيلاري نيكروسيز هلقيت يا اخوانا انتو عارفين، هلقيت يا اخوانا انتو عارفين الجلوميريولاي، بعد الجلوميريولاي بيجي البروكزيمال كونفيوريتد اتيوبيول، بعديها ديسندينج لوب اوف هينل، بعديها الاسندينج لوب اوف هينل، بعديها الديستال كونفيوليتد اتيوبيول، بعديها الكوليكتينج داكت، بعديها يا اخواننا بتيجي الرينال بابيلي، لانه اليورين اللي راح يخرج من الكوليكتينج داكت بمرق على الرينال بابيلي، من الرينال بابيلي بروح على الرينال كيليكس، من الرينال كيليكس بمرق وبنزل على اليوريتر، وبنزل على يا اخواننا ايش اليوريتر. تمام. طيب فلما يكون انا عندي بابيلاري نيكروسيس عرفنا وين الرينال بابيلي. البابيلاري نيكروسيس عباره عن سلف اوف للرينال بابيلي كوز باي توكسيك زي النون ستيرويدال او سادن فاسكولار انسفيشنسي، فبيعمل لي ديث للرينال بابيلاري، فبيصير انا عندي دروب اوف انترنال استراكشرال اوف ذا رينال. بيشنت هيلثي دونت جيت رينال بابيلاري، الشخص الهيلثي ما بيصير عنده رينال بابيلاري. ممكن the case must describe the reason for underlying renal damage even if the baseline blood urine nitrogen
والكرياتينين is normal ratio. هل قد طلوا علي في السؤال لما بيسألك عن الرينال بابيلاري نيكروسز لازم يقول لك السبب. لا تكتفي بالبلاد يور نيتروجين والكرياتينين، لانه ممكن يكون البلاد يور نيتروجين والكرياتينين نورمال وهذا الشخص عنده رينال بابيلاري نيكروسز، لانه لا يض لانه الكرياتينين ما بيرتفع في البلاد، لانه البلاد يور نيتروجين والكرياتينين ما بيرتفعوا في البلاد الا لو صار 70% من الرينال اتدمرت. فممكن هذا الشخص يكون عنده رينال نيكروسز، رينال بابيلاري نيكروسز بنسبة 50%، لكن تلاقي البلاد يو نيتروجين والكرياتينين نورمال نورمال. هل لما أنا ألاقي البلاد يو نيتروجين والكرياتينين نورمال، هل معنى الكلام إنه هذا الشخص ما عندوش رينال بابيلاري نيكروسز؟ لا لا، ممكن يكون عنده رينال بابيلاري نيكروسز لكن البلاد يو نيتروجين والكرياتينين نورمال. ليش؟ لأنه مصارش دمج لسبعين في المية من الرينال. عشان كده لما بده الكتاب أو لما بده السؤال يقول لك إنه هذا عنده رينال بابيلاري نيكروسز لازم يقول لك السبب. طيب أنت احفظ كلمة، احفظ نون استيرويدال أنتي إنفلاماتوري إدراج، تمام؟ الآن هذه للنون استيرويدال أنتي إنفلاماتوري إدراج، الأس هذه للسيكل سيل ديسيز، للسيكل سيل ديسيز، الاي هذه لأدوية الأنالجيسك. ما هو في المسكنات الثانية زي المورفين، زي المورفين الأنالجيسك زي المورفين ممكن تعمل بابيلاري نيكروسيس. الدا هذه للديابيتك مالييتس، الاي للإنفكشن، للإنفكشن. إنفكشن يعني بايلو نيفرايتس، الإنفكشن يعني يا أخوانا بايلو نيفرايتس بس يكون كرونيك، للكرونيك إنفكشن، للكرونيك إنفكشن، للكرونيك إيش إنفكشن، تمام؟ هدول بيعملوا رينال بابيلاري نيكروسيس. برضو يا أخوانا ذاكر هنا الكرونيك obstruction لليورينري اتراك، لأنه أصلاً الobstruction يؤدي كمان إلى infection، إلى بايلو نيفرايتس. تمام. البابيلاري نيكروسز can be very hard to distinguish from بايلو نيفرايتس. تمام. Look for sudden onset of flank pain, fever, hematuria in patient with one of the disease previous listed. يا اخوانا طلوا علي، البايلو نيفرايتس الاعراض نفس اعراض البابيلا نيكروسز، صعب تميز بيناتهم. لما انت تلاقي فلانك بين وفيفر وهيماتويوريا والمريض عنده احد الامراض هدول، سيكل سيل ديابيتك كرونيك اوبستراكشن كرونيك بايلو نيفرايتس نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج انالجيسك نيفروباثي، هدولك اذا عنده احد الاعراض احد الامراض هدول وعنده فيفر فلانك بين هيماتويوريا اذا بشك في بابيلاري نيكروسيس. في البابيلاري نيكروسيس بتشوف خلايا البابيلاري بعينك، لانه بصير انا عندي نيكروسيس فبيصير شيدينج وسلافينج اوف لخلايا الرينال بابيلاري، فممكن تشوفها جروسلي بعينك. ذا بيست انيشال تيست هو اليورين اناليسز. في اليورين اناليسز بتلاقي ريد بلاد سيل ووايت بلاد سيل، وبتلاقي نيكروتيك كيدني تيشوز، وبتلاقي نيكروتيك كيدني تيشوز. تمام تمام. هذا وين؟ في البابيلاري في البابيلاري نيكروسيس. لكن في البايلو نيفرايتس، في البايلو نيفرايتس بتلاقي بوزيتيف اذا بدك تعمل كلتشر او النيترايت بتلاقيها بوزيتيف في البايلو نيفرايتس يا اخوانا. لكن الموست اكوريت تيست حقيقه للبابيلاري نيكروسيس السي تي، السي تي سكان بتلاقي بامبي كونتور في الرينال بيلفيس، بامبي كونتور
في الرينال بيلفس. تمام. ليش؟ عيت يا اخواننا اتخيل هاي الرينال بابيلاري. انا بعرف ايش ارسم بس ما علينا. اعتبر يا اخواننا صار هنا نيكروسيس او بديش ها صار هنا يا اخواننا نيكروسيس. لا صار هنا نيكروسيس في البابيلا الثانية. ما صارش نيكروسيس، اللي وراها صار نيكروسيس هنا. شايفين؟ اللي وراها ما صارش نيكروسيس. فبتلاقي يا اخوانا انت الشكل متعرج زي هيك. تطلع بتلاقي الشكل في السي تي سكان، بتلاقي الشكل يا اخوانا متعرج. ليش؟ لانه بعض البابيلاري صار فيها نيكروسيس والبعض الاخر ما صارش فيها نيكروسيس. ففي السي تي سكان بتعطيني شكل متعرج، شكل وعر بسميه بامبي او كونتور. بامبي او كونتور. التريتمنت ما في، انا عندي تريتمنت معين لانه الخلايا الرينا اللي راحت ما لا يتم تعويضها، لا يتم تعويضها. انما بدنا نعمل ديفرنشيشن بتوين البابيلاري نيكروسيس والبايلو نيفرايتس. البايلو نيفرايتس بتظهر بعد فيو اورز الانست. الاعراض اللي هو فيفر، فلانك بين، هيماتويوريا. هيماتويوريا فيفر، فلانك بين، هيماتويوريا تظهر فيو اور هنا فيو ديز. بتلاقي في هذه مهمة جدا النقطة، في البايلو نيفرايتس بتلاقي يا اخواننا ديسيوريا، مع انه حقيقة الديسيوريا من اعراض اللور يورينري اتراكت انفكشن، ما علينا. لكن في البابيلا نيكروسيس بتلاقي النيكروتيك ماتيريال في اليورين. اليورين كلتشر بتلاقيها بوزيتيف في البايلو نيفرايتس للبكتيريا، لكن هنا ما في بكتيريا، نيجاتيف. السي تي سكان في البايلو نيفرايتس لانه انفلاميشن، الانفلاميشن بيزود البيرميابيليتي للفلويد، فبتلاقي سويلينج في الكيدني وديفيوز. لكن في البايلو نيفرايتس في البابيلاري نيكروسيس بتلاقي بامبي كونتور. التريتمنت في البابيلاري نيكروسيس نو تريتمنت، عشان يا اخواننا الخلايا اللي راحت بترجعش. في البايلو نيفرايتس بدك تعطي انتي بايوتيك. انتي بايوتيك اللي بدي اقوله يا اخواننا، لما كنا نقول هنا كنا نقول كرونيك بايلو نيفرايتس، لكن هنا يا اخواننا لما بتكلم هنا بتكلم عن الاكيوت بايلو نيفرايتس وليس عن الكرونيك، انما عن الاكيوت. هلقيتي لما يصير عند هذا المريض بايلو نيفرايتس بايلو نيفرايتس، كل شويه يصير عنده بايلو نيفرايتس بايلو نيفرايتس بايلو نيفرايتس، وياخذ علاج وبعد كده يرجع عنده بايلو نيفرايتس، وياخذ علاج ويرجع البايلو نيفرايتس، وياخذ علاج ويرجع البايلو نيفرايتس، في نهايه المطاف بصير انا عندي بابيلاري نيكروسيس. هذا يا اخواننا الكلام اخذناه، هذا الكلام كله اخذناه. المشاكل اللي بتكون في التيوبولار ديسيز بتكون في الغالب التيوبولار ديسيز، سواء اكيوت تيوبولار نيكروسيس سواء اكيوت انترستيشيال نيفرايتس. انا ايش قلت؟ اكيوت. في الغالب بتكون اكيوت، وسببها توكسين. لما تقول لي توكسين، يعني التوكسين بدها تساوي كلمة كمان دراج، يعني الدراج من ضمن التوكسين، لأنه أي إشي غريب على الجسم توكسيك زي الدراج. ملهاش دخل في النيفروتيك سيندروم، يعني ما بتلاقي بروتين يوريا، لو لقيت بتلاقي بشكل طفيف وليس بشكل كبير. ما بتحتاج بايوبسي لأنه هن تنتين أكيوت تيوبولار نيكروسيس وأكيوت انترستيشيال نيفرايتس، بتميز بيناتهم بالسيمتوم. ولقينا طبعا وتو لقينا بابيلاري نيكروسيس، البابيلاري نيكروسيس بتميز بالسي تي سكان، فما بتحتاج للبايوبسي. ما بعطي استرويد، ما بعطي استرويد. طيب واحد قال لي طب ما احنا تو اخذنا في الاكيوت
allergic interstitial nephritis بعطي استرويد. بقول له لا انا ما قلت الشيك، انا قلت لك بتعمل ستوب للدواء او كنترول للانفكشن. اللي عمل الallergic interstitial nephritis بتعمل كنترول للانفكشن او ستوب للدواء. بعد هيك لو المريض ضلوا مرتفع عنده الكرياتينين، هو في الغالب spontaneous relief، يعني في الغالب لما تعمل ستوب للدواء او كنترول للانفكشن خلصنا، المريض راح يتحسن، المريض راح يتحسن. لكن هذا في الغالب، لو ما تحسنش بلتجئ للاستيرويد. عشان كده في الغالب التيوبولار ديسيز ما بحتاج للاستيرويد ولا للميونو سابريشن. في الغالب التيوبولار ديسيز لا بحتاج للاستيرويد ولا بحتاج للميونو سابريشن، تمام؟ انما ريموف، طب ايش العلاج؟ ريموف التوكسين واعطي للانسان هايدريشن، عالج الهايبو بريفيوجن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.